بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كل سنة وكل الأهلوية طيبين، كل سنة، لأنه النهاردة عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ليس لأنه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكنه معشوق، ولكن لأنه معشوق جماهير النادي الأهلي. كل واحد في جمهور النادي الأهلي بيحب هذا الرجل، كل واحد في جمهور النادي الأهلي عنده استعداد إن هو يقف في ظهر هذا الرجل. كل واحد في جمهور النادي الأهلي، بعيدا عن كونه رئيسا للنادي الأهلي، ولكن أسطورة من أساطير مصر، وأسطورة من أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية، أسطورة من أساطير الأخلاق. إذا كنت بتتكلم عن الأخلاق فلازم تتكلم عن هذا الرجل، إذا كنت بتتكلم عن الصبر لازم تتكلم عن هذا الرجل وتقول اسم الكابتن محمود الخطيب، إذا كنت بتتكلم عن الاحترام والأدب وتطبيق مبادئ النادي الأهلي يجب أن تتكلم عن هذا الرجل، إذا كنت بتتكلم عن كل حاجة حلوة لازم تتكلم عن الكابتن محمود الخطيب. النهاردة أنا بقول هذا الكلام وبقوله من قلبي، أنا لست منتظرا شيء ولا بطبل ولا بقول هذا الكلام إلا عشان خاطر إن أنا شخصيا وكل جمهور النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي بيحبوا هذا الرجل، ليس لأي شيء آخر. محدش فينا عايز حاجة، محدش فينا بيدور على حاجة، ولكن احنا بندور على شيء واحد فقط، إن احنا بالفعل بنكرم رموزنا وبنكرم أساطيرنا مهما كان اسمه مهما كان تاريخه. كابتن محمود الخطيب له تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي ومع منتخبنا الوطني، له تاريخ كبير جدا في عالم في القارة الأفريقية، ويمكن هو ده اللي مضايق البعض شوية. أنا مش عايز أتكلم عن البعض، ولكن لأن لسه عندي كلام كتير جدا في هذا الأمر، ولكن كل اللي عايز أقوله كلنا بنحبك يا كابتن محمود، وكلنا بندعي لك إن شاء الله إن أنت ترجع بالسلامة. في حاجات كتيرة جدا مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي، ولكن هنتكلم فيها بعدين. وفي أنا شخصيا عندي أسرار مهمة جدا جدا مع الكابتن محمود الخطيب، أسرار إيجابية ومحترمة، وإذا قلتها الناس هتتعلم منها قد إيه إن هذا الرجل قدوة حسنة، قد إيه إن هذا الرجل المحترم هو قدوة حسنة لكل أولادنا ولكل أجيالنا السابقة والقادمة. بجد والله هذا الكلام أنا بقوله من قلبي، لأنه في حاجات كتيرة جدا أنا ما أقدرش أتكلم فيها دلوقتي، ولكن هيجي يوم ونتكلم، هيجي يوم ونقول، هيجي يوم ما أقدرش أتكلم فيها لأنها أسرار شغل، هي مش عشان حاجة يعني، لكن هي أسرار شغل. ولكن كابتن محمود الخطيب رجل هذا الزمان الأهلاوي من وجهة نظرنا، حافظ على النادي الأهلي حتى هذه اللحظة زي ما حضراتكم شايفين بيتحرك في كل المجالات اللي ممكن يتحرك فيها. كابتن محمود الخطيب ان شاء الله السنه دي هتبقى اعلى رعايه للنادي الاهلي. اذا كنت بتكلم عن اداره محمود الخطيب للنادي الاهلي، بقى لنا 4 سنين سابقه، وان شاء الله الاربع سنين اللي ابتدت السنه اللي فاتت وتنتهي كمان 3 سنوات، كابتن محمود الخطيب بيقود النادي الاهلي بمنتهى الاحترام، بيقود النادي الاهلي بمبادئه، بيقود النادي الاهلي باخلاقه، بيقود النادي الاهلي بمحبته لكل حاجة تخص النادي الأهلي. الحاجات دي أنا آسف جدا إن أنا ممكن أحكي لكم حواديث عن هذا الأمر، أنا ممكن أحكي لحضراتكم ماذا يفعل هذا الرجل في الشغل، ولكن للأسف الشديد دلوقتي مش هنقدر نتكلم في هذه الأمور. ولكن هذا الرجل قدوة حسنة للجميع، قدوة حسنة للجميع بجد والله. اللي عنده ولد يتمنى إن يكون زي كابتن محمود الخطيب، اللي عنده ولد نفسه يطلع يلعب كوره يتمنى ان هو يكون زي كابتن محمود الخطيب، لو عندك ولد عايز تخليه يتحلى بالاخلاق يجب ان يكون مثل هذا الرجل. شكرا جزيلا للكابتن محمود الخطيب على سنوات طويله جدا جدا قضاها، ولسه ان شاء الله ربنا يديله الصحه والعمر ويفضل معانا ويفضل جوه قلوبنا ويفضل دايما قائد لمسيره كبيره جدا جدا من العطاء للنادي الاهلي. كل سنة وانت طيب يا كابتن محمود، كلنا كأهلوية بنحبك وهتظل دائما في قلوب كل الأهلوية. نطلع نشوف هذا الفيلر الصغير أو الكليب الصغير ونرجع نكمل مع حضراتكم.
بالمناسبة كابتن محمود الخطيب، يعني من الحاجات اللي احنا بنتكلم دايما معاه فيها في يوم العيد ميلاده، ما بيحبش مثل هذه الأمور، ولكن واجب علينا جميعا ان احنا نحتفل به خصوصا في مثل هذه الظروف. ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة خلال الفترة القادمة، ان شاء الله يبقى يعني نقدر نقول حاجات كتيرة كمان خلال الفترة اللي جاية. خلينا نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي في عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا ولد يا خطيب يا لعيب يا لعيب، برافو، وباختبار وبفن ومهارة، احنا بنهنئ اسطورة الكرة المصرية بعيد ميلاده، وحقيقي هو يعني اسم على مسمى، وبنشكره على ما عمله للنادي وضحى بكثير يعني من صحته من سبيل اسعاد جماهير النادي الاهلي، فاحنا بنشكره على هذا المجهود. بندعي لك بالصحه، وبندعي لك انك دايما دايما موجود معانا وسند بعد ربنا للنادي الاهلي، ودايما دايما نحقق انتصارات باسمك. بقول للكابتن خطيب كل سنه وانت طيب، وعقبال يا رب الف سنه. كل سنه هو طيب، وعقبال مليون سنه، وربنا يتمم له الشفاء يا رب، واللي عامله مع النادي ما نقدرش نقول عليه اي كلمه. كل سنه هو طيب، وربنا يديله طول العمر يا رب ويخليه لينا. اولا كل سنه هو طيب، ودايما عايزينه بصحه وعافيه ويرجع لنا بالسلامه. كل سنه وانت طيب يا بيبو، عقبال 100 سنه يا رب، وربنا يديك الصحه والعافيه ويخليك للنادي دايما زي الفل كده. كل سنه وانت طيب، والحقيقه عشان ربنا بيحبه الراجل ده، يعني الحمد لله والشكر لله اللعيبه عملوا اللي عليهم بالنسبه للمباراه، والفوز ده كان اهداء من اللعيبه ومن الجماهير ومن اعضاء النادي للكابتن محمود الخطيب. بنقول له كل سنه وانت طيب، ودايما في صحه كويسه، وطول ما انت ماشي كده ربنا معاك ان شاء الله، وكل خطواتك سليمه. كل سنه وانت طيب يا كابتن بيبو، كلنا بنحبك، باي. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، وتظل دائما في قلوب كل الأهلوية، وربنا يديك الصحة والعمر وترجع لنا بألف ألف سلامة. النهاردة حلقة بداية الأسبوع، النهاردة حلقة بروح السوبر، بروح الانتصارات، بروح الفانيلا الحمر. روح الفانيلا الحمر دي مش الزرقاء ولا السودا ولا لا، لكن روح الفانيلا الحمر اللي دايما النادي الأهلي بيحافظ على هذه الكلمة، وبيحافظ على هذا السر، سر روح الفانيلا الحمر، وهو اللي بيحافظ دائما وابدا على انتصاراته بسبب روح الفانيلا الحمراء. النهارده انا هتكلم مع حضراتكم في ملفات كثير، ولكن انا هبدا كلامي النهارده بفيديو. الفيديو اللي انا عملته، انا برضو من المرات القليله جدا، وانا اسف، ولكن هي من المرات القليله جدا جدا اللي انا هعرض فيديو فيه لنفسي، انا اسف، ولكن هو فيديو لازم اعرضه لانه في ناس خدته واتريقت عليه. فخلينا نشوف الفيديو ده وارجع اتكلم مع حضراتكم فيما هو قادم. جاهز؟ اتفضل. عملنا ثلاث صفقات لغايه دلوقتي، شادي حسين ومصطفى ميسي وسافيو. طيب الثلاث صفقات دول بالنسبه لي مش هم الصفقات اللي عملهم النادي الاهلي فقط، لا، النادي الاهلي من وجهه نظري عمل 11 صفقه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايوه صدقوني، عوده محمد الشناوي بعد الاجازه صفقه، عوده ياسر ابراهيم بعد الاجازه صفقه، عوده ايمن اشرف بعد الاجازه صفقه، عوده عمرو السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج بعد الاجازه صفقه، عوده علي معلول بعد الاجازه صفقه، عوده محمد شريف بعد الاجازه صفقه، عوده محمد مجدي قفشه بعد الاجازه صفقه، عوده حسين الشحات وطاهر محمد طاهر صفقه. 11 اهو، ورجعنا واكرم توفيق صفقه جديده بقاله سنه بعيد عننا، وبالتالي ادي 12 صفقه بجانب الثلاث صفقات اللي احنا جبناهم لغايه دلوقتي، وهنشوف هيحصل ايه. هل والله لو حد تاني بيقول الكلام ده كنت هسقف له.
لكن عشان انا اللي بقول الكلام ده، انا عمري في حياتي وانا بتكلم ولا حد بيخليني اتكلم ولا حاجه بتخليني اتكلم ولا اي شيء حاجه تخليني اتكلم الا لو انا مقتنع، الا لو انا مقتنع. انا عملنا 12 صفقه، ايوه النادي الاهلي عمل 12 صفقه، وبأكرر محمد الشناوي صفقة جديدة، حمدي فتحي صفقة جديدة، عمرو السولية صفقة جديدة، مجدي قفشة صفقة جديدة، كل هؤلاء اللاعبين شريف وطاهر، هو ده طاهر وده شريف وده مجدي قفشة، هم اللي كانوا قبل ما ياخدوا الأجازة. تخبيط فيها بشكل غير طبيعي وحملات ممنهجة للهجوم عليا أنا شخصيا، ما عنديش مشكلة، كل ده ما بيفرقش معايا. وفي نفس الوقت حملات مموله للهجوم على كابتن محمود الخطيب، حملات مموله للهجوم على كابتن محمود الخطيب. هو ليه الفيلم ده كله بيتعمل وليه كل هذه الامور بتتظبط بهذا الشكل؟ كل ده علشان النادي الاهلي جاب 3 صفقات و12 صفقه زي ما وريت حضراتكم. كل اللي بيحصل ده علشان احنا كنادي اهلي، عشان احنا كنادي اهلي عارفين احنا بنعمل ايه. كل اللي بيحصل ده علشان النادي الاهلي عارف متى يختار ويختار ازاي. انا على فكره كل يوم الصبح او كل يوم بالليل انا اطلع ممكن ارد على الكلام الهجس اللي بيتقال وشويه، يعني الواحد الحقيقه بيحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر، وشويه ناس قاعده تتكلم وخلاص محدش فاهم حاجه ولا حد بيتكلم في ايه. ولكن اخلاق النادي الاهلي تمنعنا من الرد على مثل هؤلاء. اللي انا دايما بقوله واللي انا دايما بتكلم فيه انا ماليش دعوه مين عنده ايه او مين جاب كام صفقه، والله العظيم ما تفرق معايا، جبت 12 11 10 9 8، دفعت 100 مليون، دفعت 200 مليون، عندك مشاكل اداريه، عندك مش عارف ايه، عندك ايه، دي حاجه تخصك. والله العظيم ما بفكر في مثل هذه الامور اطلاقا، ولكن انا كل تفكيري هو للنادي الاهلي. انا لما وانا طالع بتكلم مع حضراتكم انا بتكلم مع جمهور الاهلي، ولكن بعض من لا يشجع النادي الاهلي انا ما بيفرقوش معايا والله خالص. ما بيفرقش معايا الناس اللي بتقعد تتكلم اي كلام وخلاص. على فكره هناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي ناس عندها ثقه في نفسها وناس جميله كده وناس تقدر تقنعهم بالكلام. هو انا من المفترض ان انا اطلع، يعني هل انا يعني لهذه الدرجه ممكن اطلع اقول كلام اضحك بيه على جمهور الاهلي 80 90 مليون ولا 70 80 مليون اهلاوي، انا اطلع اضحك عليهم عشان ايه؟ ليه 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 كل ده ليه؟ حضرتك بتحل مشاكلك على حسابي؟ لا، حضرتك لو عايز تحل مشاكلك حل مشاكلك لوحدك، لكن ما تحلش مشاكلك على حساب النادي الاهلي. انا عمري في حياتي ما بطلع اقول كلمه الا لما اكون مقتنع بيها، وانا مقتنع تماما ان النادي الاهلي عنده فريق محترم، النادي الاهلي عنده سكواد رائع، عنده سكواد لا يحتاج الا الى بعض النواقص. اللي مش اسلام اللي قال كده، ولكن مارسيل كولر نفسه قال هذا الكلام. مارسيل كولر نفسه قال ان انا وقفت كل الصفقات لغايه لما اشوف النواقص اللي موجوده في الفرقه وابتدي اطلبها في شهر واحد اللي جاي وبعد كده في الصيف. هذا هو الفارق دائما ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. انت كانت في لعيبه جايه خلاص عندك، ولكن الراجل قال لا انا مش عايز حد، انا عندي سكواد رائع، انا عندي مجموعه لاعبين جيدين جدا، انا عندي مجموعه لاعبين خدوا راحه شهر ورجعوا احسن من الاول. هو شافهم في الاول وشافهم في التمرين قال لك لا في اختلاف كبير جدا. على فكره اي لعيب كوره هيبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله ده، ما هو الا ولا انا طالع اضحك على جمهور النادي الاهلي زي ما بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيقولوا، ولا الكلام الفاضي اللي هم بيقولوا ده، ولكن انا بطلع اقول الحقيقه. كل الناس اللي بتفهم فنيا في كره القدم هيقولوا الكلام اللي انا بقوله ده صحيح 100%. انا يعني بقول ان احنا جايبين 10 12 صفقه، انا بعتبرهم 10 12 صفقه. اديكوا شايفين محمد الشناوي بيعمل ايه، اديكوا شايفين حمدي فتحي بيعمل ايه، اديكوا شايفين عمرو السوليه بيعمل ايه، اديكوا شايفين محمد طاهر بيعمل ايه، اديكوا شايفين محمد مجدي قفشه بيعمل ايه، اديكوا شايفين محمد شريف بيعمل ايه بعد الاجازه، اديكوا شايفين اليو ديانج بيعمل ايه بعد الاجازه. هو متولي ده ما يعتبرش صفقه جديده؟ محمود متولي، هو اكرم توفيق ما يعتبرش صفقه جديده؟ كل هذه الاسماء تعتبر صفقات جديده.
بالنسبه لي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي المحترم وبالنسبه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا احنا لما بنطلع نتكلم معاهم مش اسلام بس ولكن كل الناس لما بتطلع تتكلم معاهم بنطلع نتكلم معاهم بمنتهى المصداقيه. مش مجرد كلام وخلاص بنطلع نقوله. مش مجرد كلام نطلع نضحك بيه على الناس وعايزين نلهي الناس في اللي بيحصل. مش احنا اللي بنعمل هذا الكلام، مش قناه النادي الاهلي اللي بتعمل هذا الشكل، انا ما بتكلمش غير على ناديه ولن اتكلم الا على النادي الاهلي. وبالمناسبه انا دايما بكون مسؤول عن كل كلمه، انا مش حد تاني، بكون مسؤول عن كل كلمه انا بقولها، عشان كده انا عارف كويس جدا انا بقول ايه. الحمد لله 70 80 مليون اهلاوي في ظهرنا. 70 80 مليون اهلاوي في ظهرنا، اطلع انت بقى هجس شويه واتكلم الكلمتين اللطاف اللي بتقعد تتكلم فيهم دول ويقول نفس الكلام وعيد ومش عارف ايه والحركات دي، وبعد كده خلينا احنا ناخد السوبر زي ما حضراتكم شفتوا كده لكل الاهلاويه. الف مبروك يا اهلاويه، الف الف مبروك لكل الاهلاويه، خدنا السوبر. هتقول لي ايه الانبساط الشديد؟ احنا مش مبسوطين قوي علشان احنا خدنا السوبر، ولكن هو من وجهة نظري المرحلة الأولى للعودة، وجهة نظري الفنية البسيطة اللي قد كده، هي المرحلة الأولى لعودة فريق النادي الأهلي بعد سنتين ظلم تحكيمي بين وواضح وإجهاد كبير جدا لكل اللاعبين، وهأكرر هذا الكلام مرة ومرتين وثلاثة ومية، وقرار هو قرار تاريخي لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم بإراحة 7 أو 8 أو 9 لاعبين، أنا مش عارف العدد كام، ولكن إراحة كل اللاعبين مع إصابة 2 أو 3 بقوا 11 12. قرار تاريخي ودانا للي احنا فيه دلوقتي، إن مارسيل كولر لما جاء قال أنا مش عايز صفقات تاني، هما دول ما عندي كويسين وهايلين وعندي في كل مكان 1 أو 2 أو 3، وان شاء الله لو اي نواقص اللي هي موجوده بالفعل زي ما جمهور النادي الاهلي كله شايف وعارف هنجيبها في يناير وبعد كده نشوف الصيف هنعمل ايه. بعد ما ان شاء الله نكون خدنا كل البطولات اللي احنا عايزين ناخدها. ولكن هي رياضه، احنا زي ما قلت لحضراتكم قبل مباراه السوبر وارجع اقول لحضراتكم مره ثانيه، مباراه السوبر يعني يا كنا نكسب يا اما لكنا نخسر لا قدر الله، ربنا كرمنا وكسبنا، الف مبروك لكل الاهلاويه، ولكن مباراه وانتهت، فرحه وانتهت، عندنا ماتش يوم الاربع. من حق الولاد من حق الشباب دول يفرحوا، من حق الشناوي يفرح ويتبسط وطاهر وكل الناس ويفرحوا مع مؤمن زكريا، ومن حق كابتن محمود الخطيب يفرح ويتبسط، من حق سياده الوزير العمري فاروق يفرح ويتبسط، استاذ خالد مرتجي يفرح ويتبسط، وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي يعني بنشكرهم جدا جدا على وقفتهم المحترمه خلال الفتره اللي فاتت. من حقهم انهم، لكن الموضوع انتهى خلاص. عندنا ماتش يوم الاربع، هنفكر في ماتش يوم الاربع هنعمل ايه؟ عايزين نكسب يوم الاربع وبعد كده اجازه اسبوعين نقدر برضو نتبسط ونفرح فيها ونحاول نجيب لحضراتكم لعيبه ونحاول نجيب نحاول على قد ما نقدر وبعد كده نرجع نركز تاني في المباريات عشان نكسب. هو ده النادي الاهلي بالمناسبه، فرحانين ومبسوطين وسعداء ولكن الموضوع انتهى، هيتقفل خلاص، او دلوقتي انا بقول لحضراتكم ان الموضوع هيتقفل. ابتداء من النهارده او من بكره هتبتدي تلاقي التركيز في المباراة اللي جاية، هيحصل ايه المباراة اللي جاية؟ هنعمل ايه في المباراة اللي جاية؟ عشان كده دايما جمهور النادي الاهلي مختلف، 70 80 مليون اهلاوي في ظهر النادي الاهلي، 70 80 مليون اهلاوي مبسوطين وفرحانين وسعداء بأداء الفريق بالفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك اللي دايما بيؤدي مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، بالمناسبة ما عندناش أي مشكلة مع نادي الزمالك، لكن لما بالمناسبة برضو ودايما زي ما بقول لحضراتكم عندهم مدير نادي الزمالك عنده مدير فني جيد جدا هو فيريرا، ولكن التصريحات الأخيرة اللي طلعت منه اللي هو مثلا يقول لك إيه، أنا كنت قايل للعيبة كلها تطلع قدامه سايب 2 فقط عشان كده الجون ده ما يتحسبش. يعني أنا دلوقتي أقدر أقول يا جماعة الحلقة دي ما تتحسبش علشان ما فيش غير مصور واحد واقف فأنا هطلع وأسيب الحلقة. هو ده كلام يا جماعة؟ ده يعني ده كلام انا ماليش دعوه طبعا، لكن انا بتكلم انه ما يصحش ان احنا هناك البعض بيحاول ان هو يقلل من فوز النادي الاهلي، لا ما تقللش من فوز النادي الاهلي بالمناسبه. وقبل المباراه انا قلت
لو الاهلي اتغلب هنطلع نقول مبروك للفريق الاخر، لفريق نادي الزمالك، ما عنديش مشكله خالص طالما الامور الفنيه جوه الملعب جيده. ولكن هل حضرتك تعلم، وانا لو تاخدوا بالكم انا ما اتكلمتش عن حكم المباراه خلال من اول ما تم الاعلان عنه لغايه دلوقتي، انا لم اتكلم عن حكم المباراه، لم اتكلم ان لحمدي زكي ركله جزاء صحيحه 100%، مش انا اللي بقول، ولكن كل خبراء التحكيم اللي بيقولوا هذا الكلام. مش انا اللي بتكلم ان كره علي معلول يجب ان يتم طرد حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد ويتم احتساب ركله جزاء، مش انا اللي بقول، كل خبراء التحكيم بيقولوا هذا الكلام. ف اللي عايز يتريق يتريق، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. احنا ما عندناش مشكله بالمناسبه، ما بتضايقش ما بزعلش، ولكن لما تيجي تتريق اعرف انت بتتريق ازاي وتتكلم ازاي. اللي بيزعلني ان في لعيبه كوره او المفترض ان هم لعيبه كوره بيعملوا هذا الكلام وبيتريقوا على كلام هم عارفين ان هو صح، ان هو كلام حقيقي وكلام مظبوط. فعلشان كده انا ولا بيفرق معايا ولا هبص مره تانية لمثل هذه الامور. انا كنت مستني بس هذه المباراه عشان اشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. ربنا كرمنا، وبالمناسبه الشكل العام حلو، حتى لو ما كنتش كسبت شكل النادي الاهلي واقف على رجله، شكل النادي الاهلي عنده مدير فني واقف بره قادر ان هو يربط الخطوط وقادر ان هو يتكلم. لكن انا اقدر ارد كل يوم على اللي بيتقال علينا، لينا لسان يعني، عندنا لسان ونقدر نرد يعني، ولكن دائما قيم واخلاق النادي الاهلي تمنعنا. هنا في قناه النادي الاهلي اللي بيحكمنا قيم ومبادئ، صعب علينا ان احنا نتحمل المهاترات والخروج الاخلاقي والخروج عن الاخلاق يعني، صعب على اي حد، لكن ده قدر اي حد بيشتغل في منظومه النادي الاهلي. احنا هنا مالناش دعوه باي حد، بنجيب صفقات ما بنجيبش، ما عنديش مشكله مين عنده مشاكل اداريه او ما عنده، مش هتكلم في هذه الامور. مين كل يوم بيتخانق، مين كل يوم بيعمل الكلام اللي بيحصل ده اللي حضراتكم شايفينه في كل مكان وكل يوم، ده ما يخصنيش ولا هبص له ولا يعنيني في شيء. احنا يعني ما عنديش مشكله، انا مش زي غيري كل شويه يتناول امور النادي الاهلي وقرارات النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي وعندنا من غير داعي يعني. فكل واحد عايز يرمي عليك انت الحاجه علشان يبعد الانظار عن مشاكله شويه. اداره النادي الاهلي، قناه الاهلي، يعني دايما حضراتكم زي ما بتشوفوا كده، بس احنا دايما ما ببصش غير لقدام، ما ببصش غير للانتصارات والبطولات على ارض الملعب بالمناسبه. ولو خسرنا بنحاسب نفسنا ونحاول نحل مشاكلنا، ولو في عوامل خارجيه كانت سبب في الخساره بنتناولها من غير ما نقلل من اي منافس. بالمناسبه الاهلي دايما بيبص لقدام، غيرنا بيبص لينا، وده لان احسن منه في كل حاجه. احسن نادي في مصر النادي الاهلي، احسن نادي في افريقيا النادي الاهلي، احسن نادي في الوطن، مش انا اللي بقول برضه، ولكن الارقام هي اللي بتقول. ما العين ما بتكرهش الا اللي احسن منها. انا عمري ما هروح اتكلم عن منافسين وكذا الا لو واجعين لي بطني، مضايقني، عارف اني اقل منهم مثلا. انا في الاهلي، نادي الاهلي بالتاريخ هو الافضل في كل شيء، ما ينفعش ابص لحد يعني. دايما بنبص لنفسنا وعيوبنا نحلها، غيرنا بقى اللي يقعد يتلخبط ويتكعبل ويقع ويقوم يا جماعه مش كده. في ناس قد تكون متعوده على هذا الكلام، لكن النادي الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده. النادي الاهلي فقدت 2 دوري السنه اللي فاتت بفعل فاعل، السنتين اللي فاتوا بفعل فاعل. المستوى الفني نقدر نتكلم فيه، ولكن انت فقدت 2 دوري السنه اللي فاتت واللي قبلها بفعل فاعل، لان النادي الاهلي لعب موسمين ونص بدون توقف، وصلنا في الثلاث مواسم لنهائي دوري ابطال افريقيا، يعني تلاحم مواسم يوقع اي فريق في العالم. غير اخطاء التحكيم اللي انا دايما بعرضها لحضراتكم، الموسم قبل الماضي مثلا كنا راجعين من راحه اجباريه استمرت 4 أو 5 شهور بسبب فيروس كورونا، رجعنا لعبنا الدور الثاني كله لموسم 2021 وكاس مصر ودور نصف نهائي ونهائي دوري ابطال اهلي وزمالك،
لعب كل فريق منهم في الثلاث بطولات دول 23 ماتش، وكان اخر ماتش للزمالك لو تفتكروا يوم 1 ديسمبر 2020 والاهلي يوم 5 ديسمبر 2020. يعني مفيش راحات. بدأنا الموسم الجديد 2022 يوم 12 ديسمبر بدون راحة. عارفين بقى حضراتكم الأهلي لعب كام ماتش؟ الأهلي لعب 52 مباراة في الدوري العام وكاس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكاس العالم للأندية. الزمالك لعب كام؟ 42 مباراة. فرق 10 مباريات بين الفريقين في نفس فترة اللعب. 10 مباريات اضربهم في 90 دقيقة. شايفين حجم الإجهاد؟ عشان لما بقول إجهاد أنا ما بضحكش على حد. وبدون راحات بدأ موسم 21-22. عارفين بقى الأهلي لعب كام ماتش؟ الأهلي لعب 58 مباراة ما بين الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية. الزمالك لعب 46 مباراة في الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فرق 12 مباراة بين الفريقين. اضرب في 90 وشوف كام أسبوع زيادة. شايفين حجم الإجهاد اللي احنا كنا بنتكلم عنه قد إيه؟ في عدد المباريات؟ لأنه النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي كمل لنهائي أفريقيا ولعب لنهائي أفريقيا. والأهلي النادي الوحيد اللي في مصر اللي لعب في كأس العالم للأندية في الموسمين وكاس السوبر الافريقي في الموسمين. احنا ما اتكلمناش عن كمان المشاركات اللاعبين الدوليين في تصفيات افريقيا وكاس العالم والاجنده الدوليه وكاس العرب والدوره الاولمبيه اللي كانت برضو في سبب التحام المواسم. لكن تعالوا بقى نشوف ازاي احنا لعبنا سنتين ونص بلا توقف. النادي الاهلي لعب فيهم 133 مباراه مقابل أقرب الأندية ليه نادي الزمالك لعب 111 مباراة. تخيل حضرتك النادي الأهلي 133 مباراة، نادي الزمالك 111 مباراة. فرق قد إيه؟ 22 مباراة بخلاف المشاركات الدولية. 22 مباراة دول لما تضربهم في 90 شوف بقى قد إيه؟ إحنا بنتكلم بالأرقام، ما بنقولش كلام مرسل وخلاص. وطالعين نضحك على وخلاص. فاللي انا بقوله لحضراتكم ده، انا ايه اللي خلاني اقول هذا الكلام؟ ان الارقام بتوضح امور كثيره جدا. الارقام بتوضح امور كثيره جدا. كل ده يا عم اسلام انت بتعمله عشان كسبت السوبر؟ لا خالص. انا بوري لحضراتكم ان في ناس هي اللي بتضحك على ناسها وعلى محبينهم. لكن احنا الحمد لله والشكر لله دايما طريقنا واحد، هو طريق الأخلاق والمبادئ والكلمة بصدق، عشان جمهورنا واعي وفاهم. فبنطلع نقول لهم احنا جبنا 11 صفقة. اه فعلا احنا جبنا 11 صفقة، بانت امبارح ولا في اول امبارح في المباراة. شفنا الشناوي يعمل ايه، واديت لكم مثل هنا بريال مدريد وبرشلونة. فمعلش هرجع مره اخرى لان دي برضو ارقام. 133 مباراه والناحيه الثانيه 111 اقرب الانديه كان نادي الزمالك 111 مباراه، يعني 22 مباراه، يعني في متوسط 4 ايام مثلا. تخيل يبقى النادي الاهلي كان محتاج 88 يوم زياده عن الزمالك في السنتين الاخيرتين. لكن اللي حصل ايه؟ ان المباريات اتلعبت في نفس الفتره. الاهلي لعب 133 والزمالك لعب 111. اللعيبه دول بشر مش آلات، يعني محتاجين راحة. ومرة أخرى كل ما هذكر الراحة هشكر هذا القرار التاريخي للكابتن محمود الخطيب، لأنه ده ألف به كورة يعني. ولما ده ما يحصلش يبقى ما فيش فريق، يبقى يظهر فريق النادي الأهلي بالشكل اللي حضراتكم شفتوه السنة اللي فاتت، اللي هو الشكل السيء فنيا. خليني أقولها بمنتهى الصراحة، لعيبة خلصانة بدنيا وذهنيا ونفسيا وخلاص. تخيلوا حضراتكم ان المدير الفني المحترم لنادي الزمالك جوزفالدو فيريرا بيشتكي بعد كل ماتش دلوقتي او في منتصف الموسم اللي فات من الاجهاد البدني، رغم ان هو ما لعبش في دوري الابطال ولا في سفر ولا في اجهاد ولا مركز في الدوري بس، ورغم كده بيشتكي. طب امال احنا نعمل ايه؟
مدرب بيلعب بأريحية وبيصرخ ومنافسه مضغوط كل 3 أيام مباراة. هو ذنبنا إن إحنا قدرنا إن إحنا نوصل لنهائي دوري الأبطال ونوصل للنهائي ونلعب كأس العالم للأندية وكأس سوبر إفريقي؟ فلما اللعيبة تاخد لاحة سلبية وترجع ناخد سهرة سلبية من 3 أسابيع لشهر إجبارية؟ لا، اللعيبة رجعت مختلفة. اللعيبة نفسها رجعت مختلفة، زي ما قلت لحضرتك كده وأنت قاعد بتتفرج على المباراة. هو ده الشناوي بتاع السنة اللي فاتت؟ هو ده قفشة بتاع السنة اللي فاتت؟ هو ده متولي بتاع السنة اللي فاتت؟ هو ده أكرم بتاع السنة اللي فاتت؟ هو ده حمدي فتحي بتاع السنة اللي فاتت؟ هو ده السولية بتاع السنة اللي فاتت؟ كأننا اشترينا حارس مرمى جديد اسمه الشناوي بعد الراحة الإجبارية. كأننا اشترينا لعيب جديد اسمه محمود متولي. حد كان متوقع استمرار متولي؟ ويكون أساسي ونجم ويؤدي بهذا الشكل؟ ازاي ده ما يبقاش صفقة جديدة يعني؟ أكرم توفيق ده مش صفقة؟ طب توظيف كريم فؤاد الجديد مش صفقة جديدة؟ طاهر محمد طاهر وتكلفاته المختلفة واللي احنا شفناه اللي بيعمله في ماتش السوبر؟ فاكرين أليو ديانج والسولية وحمدي فتحي كانوا عاملين ازاي في السنة اللي فاتت؟ شوفوا دلوقتي فارقين ازاي؟ ولسه مع زيادة مشاركات قفشة وشريف وحسين الشحات وأيمن أشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني، وما تنساش رجوع بيرسي تاو، ان شاء الله هيدخل بدقائق زياده خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله تكمل برجوع عمار حمدي. وبعد كده الراجل شايف الفريق كله قدامه يختار من يراه مناسبا للصفقات القادمه اذا كان هناك نواقص. هو كهربا مش صفقه جديده، ده غير صفقات الشباب مصطفى سعد ميسي وكريم الدبيس ورشدان وغيرهم وغيرهم. وضيف بقى شادي حسين اللي تحس ان هو بيلعب في النادي بقى له 20 سنه، وسافيو البرازيلي. ايه رايكم في سافيو بالمناسبه؟ طب عيني في عينكم كده؟ طب بعد ما لا يشجع النادي الاهلي برضه، عيني في عينكم، انا عارف اللي انتم بتتفرجوا. برازيلي واسمر. الصفقات عمرها ما كانت بالعدد، العدد في الليمون، لكن الصفقات بالكيف، كيفية اختيار الصفقات اللي انت عايزها. انا ولا هقول لك انت بص على صفقات كل الاندية في مصر، عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم على فريق معين. كل الاندية في مصر، كل واحد حر، كل نادي حر يختار من يراه مناسبا. لكن انا هنا بوجه كلامي للنادي الاهلي او لجمهور النادي الاهلي. لما النادي الاهلي بيختار صفقات خلاص هو شايف كده مجموعة الشغل أو مجموعة العمل اللي بتدور شايفة كده دلوقتي. برازيلي ده ولا مش برازيلي؟ وريني كده. أيوة، لا برازيلي، برازيلي وأسمر كمان. طيب بس إحنا بنشتغل من سكات من غير ما نجيب سيرة حد، ويعني في ناس شغلة نفسها قوي، لكن ما فيش مشكلة، اشغل نفسك وكل واحد عايز يعمل حاجة، وخلينا نكسب بطولات، خلينا نكسب سوبر، خلينا نكسب ان شاء الله الدوري ربنا يكرمني بيه. وبعد كل هذه الصفقات، اذا كنا بنتكلم على صفقه جيده جدا ومحترمه جدا حتى هذه اللحظه، مارسيل كولر. كل جمهور النادي الاهلي بيقول ان هذا الرجل هو رجل يستحق ان يقود النادي الاهلي. فاكرين لما كنا يعني عايزين بسرعه بسرعه بسرعه؟ تأنت إدارة كرة القدم في هذا التوقيت واختارت المدرب اللي شافته من وجهة نظرها يليق باسم النادي الأهلي ويستطيع أن يفوز به بالبطولات خلال الفترة اللي جاية. وكنت بقول لحضراتكم هذا الكلام، أنا كنت تقولوا لي تطلع تضحك علينا، تطلع تطبل، وأنا والله ولا بطلع أطبل ولا بقول حاجة، أنا بقول لحضراتكم ما أراه من الناحية الفنية، والمعلومات اللي بتجيلي بحاول أوصلها لحضراتكم بكل الطرق. الحمد لله والشكر لله أمورنا ماشية جيدة، كل أمورنا ماشية بشكل جيد. ان شاء الله ربنا يكرمنا، وان شاء الله اللي جاي افضل. مش معنى اللي انا بقوله ده ان الامور كلها بقت حلوه وكل حاجه انتهت، لا لا، بالعكس 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 تماما. انا ولا لسه عندنا، ولسه عندنا احسن من كل اللعيبه اللي حضراتكم شايفينها دول اللي احنا بنتكلم عنهم، والله عندهم احسن من كده كتير. كل اللعيبه اللي حضراتكم شايفينهم دول عندهم احسن من كده كتير كتير كتير، ولسه ان شاء الله تشوف النواقص ايه. وعلى راي كولر هيستنى لغايه شهر يناير القادم، ونشوف هل من الممكن ان يتم اضافه صفقات اخرى ولا لا، من خلال طبعا
مارسيل كولر. انا بس حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الاريحيه وبمنتهى المصداقيه. ان شاء الله اللي جاي افضل، نقف ورا فرقتنا، نبتدي بقى من النهارده نقفل تماما قصه السوبر المحلي. ان شاء الله من بكره هنبتدي نتكلم عن مباراه يوم الاربعاء، وبعد كده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بقى تكون فيه اجازه، نقعد مع بعض ونتكلم بقى احنا مع جمهورنا، وان شاء الله تبقى الامور افضل، وايه اللي ناقصنا وايه اللي محتاجينه خلال الفتره اللي جايه عشان نقدر نرجع كل البطولات ان شاء الله، دوري والكاس، لدولاب النادي الاهلي. عموما حبيت بس ان انا اتكلم مع حضراتكم واوصف لحضراتكم ايه اللي بيحصل. اخر حاجه بس عايز اقولها لحضراتكم، كل ما حد ينقل لي كلامي افتكر كل يعني في كان في اعلان قديم كده يقول لك ايه، ما تقوم تطمن على فلوسك. يا ريت كل واحد يخليه في حاله. يا ريت كل واحد يخليه في حاله، وكل واحد يفكر في ناديه. كل ده اتمناه خلال الفتره اللي جايه. اتكلمت بمنتهى الصراحه واتكلمت بمنتهى الواقعيه عشان اكون مع حضراتكم امين فيما هو قادم، زي ما كنت طول عمري امين فيما هو سبق. اخيرا خلينا نطلع نشوف تقرير عن أهم مكاسب النادي الأهلي بعد السوبر، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي مع النجم الكبير الكابتن حمدي أبو راضي. كابتن حمدي أبو راضي واحد من النجوم الكبيرة جدا، بقاله تقريبا أكتر من سنة لم يطل على أي شاشة، فهيكون معانا ضيف يعني طبعا كبير ومحترم وله اسمه الكبير جدا داخل النادي الأهلي لفترات طويلة. فكابتن حمدي أبو راضي هيكون ضيفي في الفقرة القادمة، أو ضيف البيت الكبير في الفترة القادمة. هنطلع فاصل أو نشوف تقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن حمدي أبو راضي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن حمدي أبو راضي. ازيك كابتن حمدي؟ مشرف ونور، سعداء جدا جدا بوجود حضرتك معانا. أول شيء طبعا أنا سعيد جدا جدا إني موجود في بيتي طبعا، وبقالي كتير ما ظهرتش في القناة، فأتمنى يكون الظهور مقبول عند الناس إن شاء الله. مقبول دايما يا كابتن، وحضرتك أحد نجوم الجيل الذهبي في النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن مشوار كابتن حمدي أبو راضي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. طيب كابتن حمدي، يعني مشوار طويل مع النادي الأهلي ومع المنتخبات الوطنية المختلفة في مصر، لكن أكتر حاجة يعني فاكرها في هذا التوقيت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أحب أقول في البداية بس كابتن محمود الخطيب، كل سنة وانت طيب وترجع بالسلامة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وأتمنى الشفاء طبعا للكابتن محمود صالح للأزمة الصحية اللي موجود فيها، ويقوم بالسلامة إن شاء الله. طبعا التقرير دوت رجعني لسنين ورا جميله جدا. نعم. والواحد بيتمنى دايما يرجع صغير تاني ويرجع يبتدي من اول وجديد. اكيد كان هيبقى فيه حاجات اكتر من كده كمان. بشكر القناه طبعا على التقرير دوت، ويعني عندي كلام كتير اقوله. الواحد قابل مدربين كتير واشتغل مع مدربين كبار وتعلم منهم مع لعيبه قامات الحمد لله. طبعا انا بقول ان انا حظي كويس ان انا عاصرت ابتداء من الكابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، والكابتن مختار، والكابتن خطيب، دول كباتن النادي الاهلي. عاصرت كابتن جوهري الله يرحمه، كابتن فؤاد شعبان. يعني انا بعتبر من الناس المحظوظين. يعني الحمد لله يا كابتن، دائما ولاد النادي الاهلي موجودين ودايما في قلوب كل الاهلاويه يا كابتن حمدي. كابتن حمدي خليني ابدا بقى مع حضرتك من السوبر، ايه رايك في مباراه السوبر وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء؟ والله مباراه السوبر انا شايف ان هي 99% ايجابيات. نعم. ابتداء من التنظيم من اتحاد الكوره واختيار ملعب الهزاع بن زايد في الامارات. نعم. والتنظيم الاماراتي. الحاجه الجميله كمان اللي كانت موجوده في المدرجات، جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. كنت ببص على الكاميرا وهي بتتحرك الاقي في وسط جماهير نادي الزمالك تيشيرت النادي الاهلي، ونفس والعكس صحيح في مدرجات النادي الاهلي تيشيرت نادي الزمالك. صحيح. فدي كانت روح جميله جدا
هي اللي طغت على اداء اللاعبين والمباراه، وبرضو الروح الكبيره اللي كانت موجوده بين اللاعبين، الروح الطيبه وحاجات عوامل تانيه كتيره بقى اداء النادي الاهلي في المباراه دي. أيوة. يعني انا قعدت، يعني من نادر ان انا بقعد على الماتش مركز قوي 90 دقيقه، دايما بيبقى تركيز نتيجه ايه، شغلي، في طريقه شغلي وحاجه شغلي ان انا بركز، انما المباراه دي ما كانش فيها تركيز بقى ان انا بشوف لعيب او بشوف حاجه كده مرتبطه بالشغل. انا كنت مستمتع، اداء رفيع، اداء عالي جدا. نعم. النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي جميعا، الروح الجماعيه واللعب الجماعي خلاني قاعد مستمتع. ونادي الزمالك يمكن التاثير الجماعيه بتاعت النادي الاهلي هي اللي اديته التفوق واديته النتيجه اللي طبعا فرحت جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي كانت محتاجه المكسب ده. ومش محتاجه المكسب ده بس، كانت محتاجه الاداء، لان انا بعتبر انا لعبت في النادي الاهلي، انما دلوقتي انا من جمهور النادي الاهلي. الاداء انا كنت سعيد جدا 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 بالاداء من اول دقيقه لاخر دقيقه، الاداء رتم الاداء واحد، الروح واحده. فطبعا يعني اعتقد يا كابتن بمناسبه الاداء، لو كنا لا قدر الله حصل حاجه واتغلبنا، كان هتبقى الناس طبعا زعلانه على النتيجه، ولكن في النهايه مبسوطه بشكل، وان اللعيبه واقفه على رجليها. هي دي حقيقه فعلا، ان غالبيه جماهير النادي الاهلي الاداء بيهمها رقم واحد. نعم. ممكن النتيجه ما بتجيش على الهواء، النتيجه دي بتبقى في الاول وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. نعم. انما هو الاداء اللي بيرضي طموح وغرور يعني مش غرور، يعني طموح الجمهور النادي الاهلي. نعم. فالمباراه دي جمعت بين الاثنين، الاداء والنتيجه. والنتيجه مظبوط. طيب كيف تفوق من وجهه نظرك كولر على فيدرر؟ رقم واحد، انا كنت شايف، يعني انا شايف في مستر كولر هدوء جميل جدا. نعم. الهدوء المقنع، يعني ممكن يكون في مدرب هادي بس ما بقاش مقنع للاعبته. صحيح. درس كويس وعرف الديفوهات اللي موجوده في اداء الفريق في المباريات السابقه، قدر يتلافى، قدر يجهز اللعيبه للمباراه وقيمه المباراه، وان دي مباراه اولا بتتلعب خارج البلد. مزبوط. قدام بلد تانية، جمهور تاني، الامارات اخوات، انما برضو خارج البلد. هو اداله التفوق، زائد اللي هو ساعده على كده ان اللعيبه نفسها عندها الاراده ان هي تمحي الفتره اللي فاتت، لان الفتره اللي فاتت في عوامل كتير. مزبوط. في عوامل كتير اثرت على الاداء واثرت على النتيجه وتضارب في حاجات كتير قوي. فيعني المدرب واللعيبه اشتغلوا على الهدف الواحد اللي احنا شفناه، الشكل الجمالي والنتيجه اللي اسعدت الجماهير. طبعا ده ما يبخس حق نادي الزمالك، نادي الزمالك ادى في حدود التجهيز اللي فيه. يمكن ان الثقه الزايده شويه عندي نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك هي ادت التفوق للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي نزل يعني بعد عن حته التكبر وحته ان انا الاقوى، ان انا عندي بطولات كذا وكذا وكذا. هو عنده الهدف الواحد النهارده، المباراه دي مباراه كاس، مباراه واحده فيها وقت اضافي، احنا عايزين ما نلجاش للوقت الاضافي. نعم. وهو ده اللي حصل في الماتش. طيب هل التشكيل اللي لعب بيه مارسيل كولر من وجهه نظرك كان مفاجاه ليك؟ لا، هو يعني انا ما شفتش ان في لعيب مفاجاه طبعا في الاداء. هو طبعا يمكن الغياب ديانج لظروف الاصابه، انما كل اللعيبه اللي بدا بيهم لعيبه يمكن من اول مباراه في الدوري. نعم. ادوا اداء كويس، بما فيهم رقم واحد طاهر محمد طاهر، لعيب ذو امكانيات عاليه جدا جدا جدا. صحيح. بس شخصيه كولر انا شايف ان هي يعني متوائمه مع شخصيات لعيبه النادي الاهلي. اوكي. طموحه زي طموحهم. اوكي. وهدوءه وتفكيره
الراجل يعني انا يعني ما يعني انا ما ارتقيتش بيه شخصيا انما ملامح وشه مديه ايحاء ان هو موجود في مصر من 20 سنه. ابتسامته تحس ان هو مبسوط ابتسامته حتى اللعيب، لان لعيب الكوره في الملعب لما بيلمح المدرب تعبير وشه دي بتاثر على ادائه. فهو في اداء يعني حتى الكاميرا لما بتيجي على 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 وجهه تبص تلاقيه انا برتاح كواحد بيتفرج في التلفزيون على المباراه، انا بس ريح بحس بثقه. فكل ده يعني عاد على اللعيبه وعاد على الاداء. انا شايف كل اللعيبه نجوم، انا ما اقدرش اقول ده اعلى من ده. كل اللعيبه نجوم، يعني مثلا كريم فؤاد ما هو نزل في وقت قليل انما نجم نعيم نزل وبعدين في حاجات بتتعمل بقالنا كتير ما شفناهاش ويمكن ما بشوفهاش في 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 اغلبيه فرق الدوري. في شكل جمل معين تقصد طبعا. شكل في الكور الثابته والكور المتحركه والهجمه والضغط، والضغط دايما عامل زي سيمفونيه، يعني مفيش واحد بيضغط لوحده، لا بيبقى واحد واثنين وثلاثه بيبقى معروف. الكور الثابته دي طبعا انا بقيت مبهور من الكور الثابته اللي اتعملت، ما فيهاش يعني برضه كابتن جون حلو جدا. انا يعني كل حاجه الاهداف جايه من يعني حتى هنقول ايه ان في غلطه من مدافع الزمالك. انما الاستغلال الوقفه والاستغلال والاستعداد والقرار دي عوامل مهمه جدا. صحيح. المدرب طبعا بيعد اللعيب بتاعه انه يبقى عنده القرار والتنفيذ مظبوط، انما الكور في اكتر من جمله اتعملت في كوره ثابته او كور متحركه تحس انا بحس ان هي كانت ايه زي ما كنا انا بجيب كراسه وبرسمها كده ومفيش حد بيتحرك. وده المطلوب طبعا، ده المطلوب. اوكي طيب، عمليه بناء الهجمه مع مارسيل كولر هل بتشوفها مختلفه عن ايام موسيماني عن ايام سواريش؟ طبعا في اختلاف كبير. يعني انا برضو انا بقول ان وقت سواريش يعني جه في وقت وقت صعب جدا. صح. كل المنظومه يعني فيها ايه اتهلكت. كل المنظومه. فطبعا ده انما فتره موسيماني كان في فتره طويله، انما طبعا في اختلاف كبير. اوكي. في هدوء، الهدوء اللي هو بيجيب تركيز. اوكي. اللعب مش عشوائي، الاداء مش عشوائي، التفكير مش عشوائي، القرارات مسبقه للعيبه كلها. صحيح. كل واحد واخد قراره، حتى يعني انا بقول اللعيب اللي بيبقى قاعد احتياطي ده وبينزل هو عنده سيناريو وعنده قرار، هو هينزل يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ صحيح. زي ودي شفناها، وبعدين شفناها في الماتشات في الماتش اللي قبل كده. يعني دايما هنلاحظ التغييرات اللي بتحصل في المباراه، في مباراه النادي الاهلي هتلاقي في شكل وفي سيناريو، كل واحد كان الماتش ده اتلعب قبل كده. مظبوط. طيب برضو رايك في مستوى طاهر محمد طاهر وسافيو مع مارسيل كولر؟ طاهر محمد طاهر طبعا انا شايف مستواه مرتفع جدا جدا. هو اكيد جرعه الروح اللي خدها من مستر كولر طبعا واضحه عليه. سافيو هو لاعب برازيلي، يعني لسه جاي. اول تعامل مع مستر كولر. صحيح. انما هو عنده لعيب عنده. واللعيب اللي عنده دوت بيبان، يعني حته انك انت تقدر تقيم لعيب تقول هو عنده ولا ما عندوش، هل دي صدفه او تركيز او يعني حاجه جواه، موهبه جواه. الحاجات دي موجوده عند سافيو. أوكي. حاجات في موهبه وفي قرار. طبعا مع الماتشات الفترات اللي جايه هتلاقيه ممكن يبقى افضل من كده بكتير. المكسب دايما بيرفع المعنويات، المكسب بيطلع المخزون اللي عند كل لاعب اللي هو لسه ما بحش بيه لنفسه ولا للعيبه ولا للجماهير. وحضرتك معايا برضو يا كابتن حمدي، بعد ما لا يشجع النادي الاهلي، يعني الناس اللي بتحب ما بتشجعش النادي الاهلي بتسالني دايما انتوا مالكم فرحانين قوي كده ليه؟ مبسوطين كده ليه؟ أنا شخصياً كنت برضو دايماً أقول يا جماعة دي بداية الخطوة أو الخطوة الأولى للعودة للبطولات مرة أخرى، خصوصاً بعد ما خسرنا السنتين اللي فاتت الدوري، حتى لو كان بسبب تحكيم أو بسبب كذا أو بكذا، ولكن في النهاية أنت خسرت دوري. ده مظبوط. هي يعني حتة إن النادي الأهلي طالع من فترة غير طبيعية.
في 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 حاجات كتير، في عوامل كتيره جدا جدا، من 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 كورونا لانتظام مثلا الماتشات الدوري، صحيح، للاجهاد، لتلاحم المواسم، ليه وليه وليه، حاجات كتيره جدا. معنى ان الجماهير فرحانه ولاعيبه الاهلي فرحانه، هم مش فرحانين، اصل دي مش حاجه جديده علينا، صحيح. هي زي ما انت قلت كده في المقدمه بتاعتك، فرحه العوده، لان احنا متعودين طول عمرنا النادي الاهلي اي بطوله احنا بنلعب على البطوله. احنا ما فيش حاجه اسمها يعني التعادل، دي بالنسبه لنا بتبقى خساره. انا بتكلم كلاعب نادي اهلي، التعادل خساره، فدايما بنفكر في جميع المواقف وفي جميع الاماكن وفي اي بطوله سواء افريقيه او محليه او او او، احنا بنفكر في الفوز، لان عندنا ده يعني ايه، عقيده موجوده عندنا، احنا بنشيل هم الجمهور رقم صحيح. واحد صحيح. الجمهور النادي الاهلي دوت رقم واحد، هو الاساس في كل شيء. واحنا انا بقول لك عن شعور انا عشته، يعني انا كنت بشيل هم يعني هم الجمهور، انا لو كنت وحش اديت وحش او اتعادلت هقابل الجمهور ازاي، طب هقابل اهلي ازاي. فالحاجات دي كلها دي عوامل كتيره جدا، برضو الناس ما تاخدش بالها ان دي بتبقى عبء على لاعب الكوره، انما اللي بيلعب في النادي الاهلي هو دوت قد لازم يكون قد الحاجات دي كلها. اوكي. غابت الحاجات دي الفتره اللي فاتت لظروف طبعا ممكن تكون خارجه، انما اعتقد ان هي رجعت، ورجعت بقوه وبجمال، مش عشوائيه. فعشان كده احنا مبسوطين طبعا ان انت تفوز على نادي الزمالك، نادي كبير وكل حاجه، وان انت تفوز على، خلي بالك نادي الزمالك برده لسه كسبان النادي الاهلي في نهائي الكاس، فان انت برده تفوز على نادي الزمالك طبعا ده يفرحنا ويبسطنا وكل حاجه، ولكن في النهايه هي فرحه العوده للانتصارات والبطولات مره اخرى، هي ده الاساس في كل شيء. طيب بما اننا بنتكلم عن الجمهور، خلينا نطلع نشوف راي جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه وفوز النادي الاهلي بالسوبر المحلي وافضل لاعب في هذه المباراه من وجهه نظر الجمهور، ونرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن حمدي ابو رادي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حمدي، من وجهه نظرك مين افضل لاعب في هذه المباراه؟ افضل لاعب في المباراه دي مستر كولر. مستر كولر؟ اه يستحق الحقيقه، لانه وده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك، ان هو مستر كولر اول ما نزل من الطياره خد اللعيبه وراح عمل تدريبه خفيفه في الملعب، اعتقد ده شيء جيد جدا برضه يا كابتن احمد. انا لسه كنت بقولها بره قبل ما ادخل على الهواء، بقول لصديق ليا يعني، بقول له الفرقه جت نزلت من الطياره على التمرين، فبيقول لي، قلت له لان هو ده راجل بيشتغل، عايز يشتغل. كابتن جوهري الله يرحمه كان دايما بيعمل مع حضراتكم معاكم كده طبعا. كابتن جوهري طبعا الله يرحمه، مستر فايتسا، بس الكابتن جوهري اكتر كمان. الكابتن جوهري كان عاشق يعني يدخل مفهوم المعسكر والتجمع، وان الكوره دي هي انت لعيب كوره، يعني قبل الاحتراف ما يخش يدخل مصر كان بمفهوم ان لاعب الكوره دوت يومه مفيش حاجه اسمها اجازه، يومه حتى بيقضيها ممكن يبقى قاعد في الملعب ولابس هدومه من غير تمرين، قاعد لابس الشورت والفانيلا وقاعد، هو ده يعتبر تمرين، انت اديت تمرين كده. فطبعا معنى ان هو من الطياره للتدريب راجل جدي، راجل بيحب الشغل، راجل عايز، درس اللعيبه ودرس فرقه النادي الاهلي ودرس الفتره اللي فاتت دي كلها، وحط ايديه على النقط اللي اللعيبه محتاجاها، وده ظهر معاه في المباراه، يعني ظهر معاه في المباراه. طيب برضو كابتن حمدي، المباراه اللي جايه الداخليه ان شاء الله، كيف تنظر الى هذه المباراه؟ هو طبعا احنا يعني ما نقدرش نقول ان الداخليه في المستوى اقل والاهلي اعلى واحنا كسبانين، ده دي مباراه عشاقه، دي مباراه ثانيه، دي مباراه دوري 3 بونت، لعيبه النادي الاهلي ليها طموح في الثلاثه بونت، نفس الحكايه لعيبه الداخليه ليهم طموح في الثلاثه بونت، ودايما اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي طبعا بيبقى فيه حافز كبير للعيبه، فبيبذلوا اقصى جهد. المقابل ان لعيبه النادي الاهلي لو قابلت
المباراة بحتة ان بقى في تهاون وانا كسبان ان نادي الزمالك وعامل المباراة، طبعا هتأثر على الاداء وتأثر على النتيجة. وبس ده اعتقد ده موضوع بعيد جدا عن تفكير لعيبة النادي الاهلي في الفترة دي مع مستر الكرة. طبعا مباراة هتبقى كويسة، كابتن رضا شحاتة مدرب من المدربين اللي بتحب تلعب كورة، ليه شكل ويظهر بمظهر كويس ويؤدي اداء كويس، يعني هنلاقي مباراة كويسة. مباراة ممكن نستمتع بيها. يعني كابتن رضا شحاتة مع الداخلية الحقيقة يعني اتفرجت على المباراتين الداخلية بيميل أكتر للنواحي الدفاعية. ما هو اللعيب المدرب الكويس دايماً بيعرف إمكانيات فرقته إيه وإمكانياته هو إيه وهو عايز من المباراة دي إيه. أنا بلاعب الأهلي غير ما بلاعب أي فريق آخر. أي فريق آخر. فهو على حسب احتياجه. طبعا في النادي اللي بيلعب النادي الاهلي ممكن يلجا للتحفظ الدفاعي، والتحفظ الدفاعي دوت بتبقى مشكله للفرق كلها. صحيح. ازاي تبقى في تعمل الخلل في المنافس اللي قدامك. واعتقد ان الاداء اللي شفناه من النادي الاهلي مباراه السوبر اعتقد ان 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 شاء الله يعني برضو يكملوا على نفس الوتيره. لسه كنت هقول لك، هل من الممكن ان احنا نشوف نفس الاداء ده برضو امام الداخليه، ولا الاداء عشان الداخليه طبعا هيبقى طريقه لعب مختلفه عن نادي الزمالك؟ اعتقد اعتقد ان نفس الاداء، لان هي برضو بتعتمد على المدرب، الحاجات اللي بيحطها، الحاجات الحوافز للعيبه ان هي بنفس الاداء اللي هو مباراه السوبر يبقى اي مباراه اقدر العبها بنفس الاداء. واعتقد ان مستر الكره عنده القدره دي ان هو يمشي برتم واحد، ما يبقاش رتم فوق وعلى دي مباراه اقل فانزل بالرتم. طيب انطلاقه الاهلي السنه دي في الدوري شفتها ازاي في الدوري بقى؟ طبعا مش هنتكلم على اللي فات، احنا بنتكلم على الدوري دوت. انا شايف ان في اصرار وفي كل واحد في لعيبه النادي الاهلي عايزه تصالح الجمهور. ايوه. زائد ان استيعاب مستر الكرر لجماهير النادي الاهلي عارف قيمتها ايه وعارف المشاكل اللي فاتت ايه، فهو اعتقد ان هو هيتلافى كل الحاجات دي في مباراه الدوري. على اساس ان هو النادي الاهلي اكتر نادي بطولات دوري او كاس او كاس افريقيا، فاكيد مش هيغفل عن الحاجات دي خالص يعني. طيب برضو عايزين نتكلم عن، لو من وجهه نظرك يعني حتى الان انطلاقه مميزه لغزل المحله وانطلاقه مميزه، او يعني الطبيعي بتاع الاهلي والزمالك ان هم يكسبوا الماتشات، فشايف برضو انطلاقه الثلاث فرق دول تحديدا ازاي؟ لان المحله يعتبر برضو عامل مفاجاه لغايه دلوقتي. والله برضو نفس النقطه دي اتكلمت فيها في فرقه غزل المحله. أوكي. خلي بالك فرقه غزل المحله من الموسم اللي فات بنفس الاداء والريتم اللي هم ابتدوا بيه. بس هي هتختلف ان ايه، تغيير المدرب. المدرب القبرصي اللي موجود دلوقتي غير المدرب السنة، بس هم نفس الريتم بتاعهم، رتمهم دايما سريع، بيلعبوا بطريقه واحده. يعني هو لو تابعت المحله وراجعت المحله الموسم اللي فات وبرضه الموسم دوت هتلاقي هو الريتم ما اتغيرش. اولا ضغط متقدم، بيلعبوا كره سريعه، ما بيكتروش في التحضير، يعني ما بيحضروش من تحت كتير. صحيح. هم اي تحضير واي باص او حتى لو واحد عايز يخلص من الكوره بيخلص من الكوره لقدام. فهم انت ليهم من اكتر الفرق ان بتخش 18 الفريق المنافس. وهم ده طبعا مع فكر المدرب اللي موجود السنه دي محققين الطفره دي والنتيجه كويسه. انما هم عندهم روح الاداء دوت، هو الفرقه الوحيده اللي على مدار الموسم ما لعبتش بطريقه زون او طريقه دفاعيه او طريقه بتلعب ضغط متقدم. وبعدين دي سمه موجوده اصلا في نادي المحله من زمان، يعني من السبعينات والثمانينات. المحله عندها الروح العاليه. مستوى كابتن لغايه نهايه الدوري؟ هيكمل. انا اعتقد انا كنت من الفرق اللي كنت بحب اتفرج عليها قوي. طيب. المحله. لانها بتلعب
خسرانه او كسبانه هي دايما بتلعب على الثلاث حسابات. فعاملين بيعملوا شغل جاي. طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بدايه مارسيل كولر والبطولات او بدايه مشوار البطولات لمارسيل كولر، ونرجع بقى نتكلم ايضا عن بقيه الفرق اللي موجوده في الدوري العام المصري، لكن بعد هذا التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن، يمكن استقاله كابتن ربيع كانت اهم حدث هذا الاسبوع، الاسبوع الثالث يعني. طبعا كابتن ربيع طبعا قامه كبيره، بس يمكن الظروف ما ساعدتوش كويس، لان برضو يعني انا في رايي ان اسوان اعتمد على كم كبير من الصفقات. اوكي. بس ما فيش تناسق بين الصفقات، لازم يكون في اساس ببني عليه بجيب فيه. صحيح. مش هي عدد صفقات وخلاص. وخلاص. اوكي. فهي دي اللي عمل الدروب، وانا توقعت كده من اول ماتش لاسوان. قلت الكابتن ربيع يعني ما اعتقد ان ثلاث ماتشات ومش يعني ايه، مش هيبقى في تكمله او في توافق يعني. دي والله حضرتك قلت كده؟ دي حقيقه. ان كابتن ربيع مش هيقدر يكمل بقى ثلاث ماتشات. رغم ان هو كان في تطور في الاداء، ولا حضرتك شايف برضو ان مفيش تطور؟ لا، هو مفيش تطور، لان اصلا مفيش كيان موجود في الفرقه اساس مبني عليه. هو جه يعني كم كبير من الصفقات كتيره، فدي اثرت على التجانس وعلى الاداء والبدايه. دلوقتي الفرق طبعا مفهوم الكوره والدوري والفرق دلوقتي اختلف عن زمان. البدايه بتبقى كله عايز يبتدي قوي. جدا. صحيح. فطبعا ما اسعفوش الحظ ان هو التجانس يجي او يقدر فيه، يعني الموضوع صعب، لان برضو كله عايز على الثلاثة بونت. كل فرقه دلوقتي بتلعب على الثلاثة بونت، مش زي زمان. زي الاول كان ايه، انا بقول انا بنزل عايز بونت. ايوه. فطبعا الموضوع اختلف. اختلف خالص يعني. مين تاني لفت نظرك من فرق الدوري يا كابتن؟ الفرقه اللي عجباني قوي من الموسم اللي فات بصراحه، ومعاه مدرب هايل، فاركو. الميدا. اولا من السنه اللي فاتت ما عندهمش صفقات. هم بيلعبوا بالناس اللي موجوده عندهم. اوكي. مدرب عنده فكر وبيطبق الفكر، وساعده ان اللعيبه متوافقه وعندها قابليه انها يتقبلوا الفكر. تمام. هم انا بسميهم هم دلوقتي الفرقه رقم 2 اللي هي بتاعت الدقيقه 90. يعني المباراه اللي فاتت اول محله والله. لا فاركو بالذات، فاركو السنه، فاركو الموسم اللي فات كل بيتعادل او بيكسب دايما في الدقيقه الاخرانيه، بيبتدي بقى من الدقيقه 85 يبتدي فيها. السنه دي الماتش اللي فات، يعني الماتش اللي فات الدقيقه 75، انا ما كنتش بتفرج على الماتش، الدقيقه 75 وهم متعادلين 0-0. ايوه. انا قلت في الدقيقه 90، بعد الدقيقه 90 هم هيجيبوا جول، وجابوا جابوا الجول بتاعهم في الدقيقه 94 فعلا. في الدقيقه 94 مش 90 كمان. بقى في الوقت الضايع يعني. ايوه. مدرب بيلعب على باقل امكانيات. ايوه. باقل امكانيات، يعني هو السنه دي معاه الجول. الاتحاد برضو فريق كويس يا كابتن. الاتحاد بعد التدعيمات وبعد التغييرات. طبعًا. يعني الاتحاد الموسم اللي فات كان اقل من كده. بادي البدايه كان فيها ضربات كتيره. يمكن الكابتن محمد عمر طبعا حبيبي يعني انسان طبعًا. جميل كابتن محمد. قدر ان هو يعني يطلع بنادي الاتحاد ويبعده. أيوة. عن شبح الهبوط طبعا. طيب. انا بحب من نادي الاتحاد، من الانديه اللي بحبها قوي جدا يعني. السنه دي برضو يعني بدايه قويه وبدايه كويسه، وارجو انها تستمر. انما انا بشيد طبعا بالميدا في فاركو، نظرا للظروف ان هم ما فيش عندهم ولا صفقه. ولا صفقه. هو ده اللي فارق. حتى محمد صبحي رجع الزمالك. صحيح. عندهم الجون رقم 2 هو الاساس، بس الموسم اللي فات ما لعبش ولا مباراه يعتبر. يعني هم دلوقتي عندهم الجون دوت الاساسي وجول تاني بس. بقيه الصفقه الفرقه حتى ما تلاقيش فيه بدائل كتيره. ايوه. انما هو الراجل بيلعب على الامكانيات اللي قدامه دي، واللعيبه مساعداه. بس هو مدرب كويس، بيعرف يوصل لعيبته لدايما ان انت كويس، وطالما كويس وبتأدي هتكسب. عشان كده بيكسبوا. صحيح. وفي عداله في اختياراته دايما. بالظبط. طيب
خلينا بقى نروح لمنتخب مصر، ومنتخب مصر هيبدا معسكر خلال اسبوع استعداد لمواجهه طبعا منتخب بلجيكا، يعتبر المصنف ثاني على العالم. شايف مثل هذه التجارب ازاي يا كابتن؟ طبعا تجربه كويسه وتجربه مفيده جدا، وخاصه حتى لو النتيجه سلبيه، حتى لو النتيجه سلبيه يعني دخل فيك اهداف ولا حاجه؟ ال 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 لو بصيت، عشان انا بعمل تجارب وببني لهدف معين واقول ان انا ما العبش قدام فرقه معينه عشان ممكن النتيجه تبقى كبيره وتجيب لي احباط والكلام دوت، ده مش منطق بالنسبه لي في الكوره. اوكي، مش منطق خالص. أيوة. يعني انا فرقه كوره، وبعدين انا منتخب مصر، مش يعني مش حاجه قليله. منتخب بس برضو منتخب الثاني عالميا، بس كمان انا عندي ظرف ثاني. أيوة. انا بلاعب منتخب بلجيكا في الكويت. صحيح، يعني عندي ارضيه عربيه ودوافع تقدر تعمل، واحنا كمصريين الحاجات دي بتفرق معانا طبعا، وبتخلينا نقدر كل واحد يطلع كل اللي عنده. صحيح، واعتقد ان لعيبه مصر مش قليله. لا طبعا، لا في اداء ولا منتخب بلجيكا او 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 او, أو مش تاني حاجه. المنتخب الاولمبي بقى النهارده افوز 1-0 على اسواتيني، ومسامة فيصل بيحرز هدف المباراه الوحيد، والتاهل لمواجهه زامبيا قبل بعد كده بقى ما يكون الدور الثالث، يعني قبل التاهل الى كاس الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس. لكن النهارده اضعنا كثير من الفرص يا كابتن خلال شوطي المباراه، سواء الشوط الاول او الشوط الثاني، ولكن في النهايه استطعنا ان نحرز هدف وحيد استطعنا به نصل الى الدور الثاني الثالث. تقصد شايف ايه برضو في بالنسبه للمنتخب الاولمبي يا كابتن حمد؟ يعني هتكلم بصراحه شويه في المنتخب الاولمبي، هو لسه متكون من فتره قريبه. صحيح، ودي مشكله، يعني ما فيش قوام وما فيش مدرب مفكور. ده اسمه منتخب، في اجنده دوليه بتبقى صحيح معروفه، سنه كذا سنه كذا في ماتشات كذا هتعمل. اللعيبه دي اول مره يلعبوا مع بعض. معظم اللعيبه المباراه الاولانيه انتهت 0-0 بالتعادل. ايوه، المباراه الثانيه كانت النهارده 1-0، ممكن تكون العامل الارض هو اللي يعني كان معانا ان احنا كسبنا فيه. اوكي، انما برضو احنا يعني مفروض يبقى فيه تجمع واحتكاك قوي للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي ده اسمه منتخب اولمبي، يعني اللعيب ده عنده 20 سنه و23 سنه، يعني منتخب يلعب منتخب اول مظبوط، ويلعب في فرقه في فرقته في الفريق الاول. أيوة. ف يعني محتاج اهتمام في التكوين وفترات. أيوة. وفترات طويله، خاصه برضو يمكن المدرب اول مره يحط رجله في مصر، رجله ميكالي مظبوط. فبرضو الحاجات دي بتبقى عوامل مهمه جدا عشان يقدر يستقر على 11 لعيب بيبقوا موجودين، لان دايما اي مدرب بيبقى هو عنده ال 11 وعنده البدايل في مخه، بس لازم يبقى عنده الاساس. مش لسه مثلا احنا المنتخب الاولمبي متجمع من قريب مظبوط، وبعدين لقينا ماتش بتاع يعني اللعيبه مفيش احتكاك مع بعض، مفيش المعيشه، الكوره مفيش انسجام، الكوره معيشه. يعني انا قاعد مع كابتن اسلام، احنا فرقه واحده خلاص قرينا بعض. صحيح. وانا مغمض وانا في الملعب انا بعرف الكابتن اسلام بيجري فين، والكابتن اسلام عارف حمدي بيجري فين مظبوط، وفلان بيجري فين. هي الكوره كده، يعني احنا يعني بنشوف في اوروبا، او انا بسمع وشفت في اوروبا ان اللاعب في اوروبا ده هو بيروح يسلم نفسه في النادي الساعه 9 الصبح ولا الساعه 8 الصبح، حياته. صحيح، بياكل ويشرب ويتمرن وبتاع ويروح ينام في البيت ويرجع تاني يوم، هي دي شغلته. فما بالك انت عايش مع شخص طول اليوم هو شغلك. أيوة. انتوا هتحفظوا بعض، من هتبقى الامور سهله. انما التجمع وانا بقالي فتره ما لعبتش معاك، وبعدين خاصه ممكن انا ايه، انا كحمدي بلعب في فرقه الاهلي او فرقه بتاع، ما كنتش بلعب في فرقتي. انما اختاروني المنتخب الاولمبي. صحيح، فانا مش جاهز، وتقريبا هو ده اللي بيحصل. ما هي دي المشكله، هي دي المشكله فعلا. يعني دي مشكله المنتخب الاولمبي، ان احنا دايما مش زي المنتخب الاول. المنتخب الاول بيبقى فيه فترات ودايما اللعيبه اللي بتلعب والكلام دوت يعني فيه، انما المنتخب الاولمبي احنا يعني ايه بنستهون نجيبها من الاخر شويه.
طيب اتفضل. خلاص تمام كابتن. اخيرا برضو عايز اقول لحضرتك يعني تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز الفني للنادي الاهلي تعتبر في بدايه الموسم. يعني اقول اول شيء اول انا رقم واحد في منظومه الكوره او في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي. مظبوط. انتوا احسن ناس وانا بحبكم جدا ودايما بتتحملوا اللعيبه في الاخفاق وبتفرحوا جدا بيهم لما يفرحوك ويفرحوا نفسهم. اتمنى ان انتوا كده تفضلوا كده على طول وفي فرحه دايما على طول، واوعدكم يعني ان لعيبه النادي الاهلي عمرها ما هتغزلكم ودايما هتعيشكم في فرحه. الجهاز الفني واللاعبين اللاعبين بقى اللاعبين يعني بشدد على اللاعبين. خلي بالكوا الجمهور ده ما بينامش وما بياكلش بسببنا، بسببكوا. انا بعتبر نفسي ان انا لاعب في الاهلي. طبعا طبعا يا كابتن. بسبب ان هو لو انت لو ما اديتش او كنت في اداء قليل او كنت في لا قدر الله بتبقى في خساره، هو ما في اوقات ما بينامش وما بياكلش بسبب. فارجوكوا دايما فكروا في الجمهور بتاعكم، لان الجمهور دوت هو نفسكم، هو الاساس، هو صوتكم، هو اللي بيتكلم عنكم، هو اللي بيدافع عنكم، هو اللي بيعمل لكم كل حاجه. الجهاز الفني طبعا انا بشكركم جدا لان ايه انا عن نفسي سعيد بيكم، سعيد بالاداء، سعيد بالروح الحلوه، سعيد حتى بالتفاهمات بتاعتهم من على الدكه بره. أيوة. في ليها اسلوب راقي وشكلها جميل، وكل ده عايد على لعيبه في الملعب وعلى لعيبه اللي قاعده على الدكه. انا بشكرك جدا يا كابتن، شرفت ونورت وسعيد جدا جدا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا النهارده. انا بشكرك كتير جدا، كانت وقتي جميل وظريف، واتمنى يا رب تكون الناس برضو سعيده كده، مش متضايقه ولا زعلانه. لا يا كابتن بالعكس، ده شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن حمدي ابو رادي. انا بشكرك يا كابتن حمدي، ايضا احد النجوم الكبار واسطوره من اساطير النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن محمود صالح. الحقيقه بنقول له الف سلامه النهارده كابتن محمود، او يعني كان بقاله فتره تعبان شويه، النهارده او امبارح كان بيعمل عمليه دقيقه، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، وهنطمنكم دايما على كابتن محمود صالح. خلينا نطلع نشوف تقرير عن ايضا احد النجوم الكبار في النادي الاهلي واسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن محمود صالح. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نستقبل كريم سعيد واحمد ثابت، هيكونوا في ضيافه البيت الكبير في الجزء الاخير من هذه الحلقه. نطلع نشوف النجم الكبير كابتن محمود صالح تقرير عنه، نقول له بس في الف سلامه، يعني الف سلامه كابتن محمود. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل كريم سعيد واحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده جد اسلام. الف مبروك للنادي الاهلي بطوله السوبر، والف مبروك كمان الاداء اللي بصراحه فوق يعني احنا كنا متوقعينه، بس المباراه يعني ظهرت بشكل يفوق اللي احنا كنا الناس كلها كانت منتظراه. وبصراحه كولر قدم مباراه فنيه تكتيكيه من اعلى 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 تراس. مبروك يا ابو حميد. الله يبارك في حضرتك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. وبطوله طبعا غاليه علينا وبطوله مهمه جدا في بدايه الموسم. وفي البدايه برضو عايز اقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وهو طيب، اسطوره النادي الاهلي، يعني رمز الاخلاق ورمز الطيبه، وواحد عمره ما عمل مشكله طوال حياته. عمرنا ما سمعنا يعني ان هو عمل مع مشكله مع لاعب ولا مع مؤسسه ولا مع اي حد. يمكن هو بقى له 51 سنه ما شاء الله، يعني ربنا يديله طوله الصحه والعمر، يعني 51 سنه داخل جدران النادي الاهلي، سواء كلاعب، سواء كمين صندوق، سواء كنايب، سواء كرئيس. يمكن دي البطوله رقم 11 للكابتن محمود الخطيب من اول ما بقى رئيس للنادي الاهلي. السوبر المصري ده البطوله رقم 11 واثنين برونزيه كاس عالم، يعني يعتبروا 13 ميداليه. فربنا كده يعني ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليه، وان شاء الله دايما نكون في انتصارات وافراح دايما. وبطوله السوبر دي يعني بصراحه كانت يعني عنق الزجاجه كده، ودايما كده في كل الماتشات اللي هي بتبقى اللي ما ينفعش نخسر فيها، الحمد لله الحمد لله يعني بنكسبها، زي مباراه القاضيه ممكن كده كانت برده، كان يعني دايما في اللي هي المباريات اللي بتبقى الحساسه كده، او المباريات اللي هي بتبقى صعب مستحيل تخسر فيها او بتبقى صعبه قوي، الحمد لله ربنا بيكرمنا فيها. طيب مبروك برضو، انتوا فايزين بالمركز الاول على فين في قناه في صفحه تايم ميديا صفحه تايم ميديا من الصفحات اللي مهتمه بيه
التحليل ونجوم التحليل، وبالتالي احمد ثابت وكريم سعيد. بس انا سالت سؤال الحقيقه، اقول له يا كريم شو اللي جايب لنا؟ معلش اوكي، ثابت ابننا برضه، افضل ثابت ابننا برضه، افضل فقره تحليليه لموسم 2022 كريم سعيد واحمد ثابت من خلال وجودهم طبعا في قناه الاهلي. التصويت الجماهير في استفتاء، اي تصويت جماهير الحمد لله كل جمهور النادي الاهلي بيبقى واقف مع محللينه ومع قناته في كل شيء. تصويت الجماهير في استفتاء تايم ميديا، احمد ثابت وكريم سعيد افضل فقره تحليل رياضي موسم 2022. وبالتالي برضو يعني الف مبروك يا احمد، والف مبروك لنا كلنا طبعا كسلام. لا والف مبروك لنا كلنا طبعا، وعمل جماعي معانا وعمل جماعي اكيد، واحنا طبعا جزء من البيت الكبير يعني، بقى لنا دلوقتي اهو داخلين في السنه الثالثه والحمد لله. طبعا يعني تواجدنا مع حضرتك اكيد اضاف لنا كتير، وانا عايز برضو الناس تبقى عارفه ان المسؤولين عن صفحه تايم ميديا مش مجرد ادمنز، دول ناس اصلا شغالين في المجال التلفزي صحيح، كل بوستاتهم بوستات تقنيه يعني. الناس دي انا لسه حتى يعني من اهم الصفحات على الفيسبوك اللي بترصد لك مثلا، برضو بينتقدوا لا ده بس ده البوستات بتاعتهم بسم الله ما شاء الله عليهم، اللي بيكتب يعني مثلا يقول لك الفرق ما بين ام بي اي جي 2 والام بي اي جي 4، وازاي النهارده مثلا تقنيه الاتش دي محتاجه عربيات كذا والتقنيه العاديه بتحتاج يعني. بصراحه الصفحه دي فهمتنا يعني ايه نقل التلفزيون مزبوط. وكل الاستفتاءات طبعا بصراحه الاستفتاءات الصفحات على فيسبوك كلها فير، لان الفيسبوك التول بتاعته ما فيهاش لعب يعني. ده فيسبوك صحيح يعني موقع رقم واحد في العالم، فاحنا بنتشرف. وهي من الصفحات اللي ساعات بتنتقد حتى قناه الاهلي نفسها صحيح، حصل لا وده احنا قلنا احنا مفيش مشكله يعني، احنا بنحترم طبعا كل الاراء، بس احنا طبعا بنشكرهم ان احنا للموسم الثاني على التوالي الحمد لله فقرتنا التحليليه هنا بتحوز على المركز الاول في الاستفتاء، وكمان بنشكر طبعا اكيد جمهور النادي الاهلي اللي اكيد ظهر وسند لاي حد بيخش استفتاء. بصراحه اي استفتاء فيه حاجه تخص النادي الاهلي على السوشيال ميديا اعرف ان الاستفتاء منتهي من بعد ما يبدا بدقيقه بصراحه صحيح. صحيح وهذه هي الحقيقه. اي استفتاء يعني الاستفتاء اللي بيبقى ده بالتصويت بيبقى يعني صعب طبعا، بس ما فيش حاجه صعبه مع جمهور الاهلي الحمد لله يعني استفتاء. بس عايز اقول برضو ان ده عمل جماعي طبعا. يعني عمل جماعي، في ناس بتبقى ورا الكاميرات، في اخراج، في اعداد، في بروديوسر، الناس كلها شغاله يعني برضو وطبعا لسه وطبعا يعني انا ما بتكلمش خالص بالاساس لا طبعا ومذيع يعني اكيد حضرتك بتدينا وقت مساحه يعني انا بهزر بتدينا تاخد الكلام ده بتدينا وقت مهم جدا يعني، بتدينا وقت كبير وبتدينا مساحتنا واحنا الميزه الحمد لله ان يمكن ان الشخصيات يعني ايه احنا عندنا شخصيات كده او الطبيعه انا بشوفها ان هي مختلفه، فده الحمد لله اللي هي ايه عامله على الشاشه الف مبروك. تستحقوا دايما من تقدم لتقدم، وقناه النادي الاهلي دايما في ظهر ولادها وفي ظهر ابنائها وفي ظهر محللينها وفي ظهر محبيها. نبدا بقى نتكلم عن مباراه السوبر. لا ناخد كلمتين الاول قبل ما نطلع فاصل يعني، برضو كريم ابدا منك. نعم المباراه دي يا كابتن اسلام، بس عايز اقول سريعا فعلا في وجهه نظري كولر بيبدا او بيكتب شهاده قيادته للفريق مع الجمهور يعني ثقة الجمهور النهارده في كولر فعلا بدأت تاخد منحنى مختلف. هي دايما مباريات الزمالك الحقيقة طبعا بتبقى ليها وضع طبعا مختلف يعني، وهو راجل عارف كمان أعتقد بعد مباراة الزمالك مش هيتكلم يعني، يقول لك اصل انا قبل قالوا لي هو شاف يعني الجو بقى، شاف الجو، هو شاف الجو بنفسه وشاف الجو عامل ازاي، وحتى فرحته في الهدف الثاني واضح جدا جدا. هو بص يا كابتن، انا اللي عجبني في كولر بصراحه من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 في سيستم مركز، لا وسيستم واضح يعني. خلي بالك برضه بصراحه فيريرا في بدايه المباراه فاجئنا على المستوى الشخصي بالضغط العالي اللي هو عمله، انا ما توقعتش ان هو ياخد الحركه دي صحيح. وربما دي حركه تخلينا نرتبك، انا اعتقد قعدنا 10 دقايق كده بنفكر هنعمل لغايه فعلا ما عدينا يعني الصدمه بتاعه هو ليه بيضغط عليه ضغط عالي، وبدانا بقى نخش في مواجهات المباراه وبدا النادي الاهلي يمتلك زمام المباراه بشكل مميز جدا، وابتعد عن اخطر حاجه كانت بتواجهنا في ماتشين السنه اللي فاتت، بتكلم على ماتش 2-2 وماتش فاينل الكاس، ان احنا كنا بنعتمد على الكرات الطوليه لراس الحربه كتير فكانت بتفقدنا الكره. حتى احنا في الحلقه اللي قبل المباراه انا قلت ان ماتش الكاس احنا في الشوط الاول اول هجمه للنادي الاهلي على مرمى محمد عواد كانت في الدقيقه 42 من تسديده اليو ديانج فاينل الكاس صحيح. الشوط الاول
الشوط الاول في المباراه الاخيره نادي الزمالك ملوش ولا فرصه خطره على مرمى محمد الشناوي، فده يبين لك ده شغل مدير فني. الشوط الاول الشوط الاول صحيح، ولا فرصه نادي الزمالك ملوش ولا فرصه على مرمى محمد الشناوي طوال اول 45 دقيقه. هو نفس الفريق اللي كان في فاينل الكاس من منذ اشهر قليله احرز هدفين واضاع حفنة من الفرص. ايه اللي خلى الشكل ده يتحول للشكل ده؟ هو الراجل كولر والجهاز الفني طبعا كله اللي قاعد على الدكه ثابت. مارسيل كولر في 6 أسابيع استطاع، يعني ان شاء الله بدايه خير، استطاع ان هو يعيد شخصيه وهيبه النادي الاهلي. الفريق مفعول عليه بشكل كويس جدا، الفريق النادي الاهلي منظم جدا، النادي الاهلي احترم النادي الزمالك، نادي الزمالك ما احترمش بالذات فريرة، ما احترمش النادي الاهلي فتلدغ منه مرتين، وانت ما تحترمش النادي الاهلي لازم تخسر، لان النادي الاهلي كبير. مارسيل كولر خلى الفريق منظم، اهم حاجه التنظيم، واللي احنا هنشرحه على الشاشه دلوقتي التنظيم الدفاعي والهجومي بشكل ممتاز. اوكي. الحاجه كمان الصلابه الدفاعيه، انت النهارده 5 مباريات مع مارسيل كولر ب5 كلين شيت. الحاجه اللي بعد كده النهارده محمود متولي، محمود متولي كان فين؟ كانت بعض الناس خلاص من كتر الاصابات الراجل بيرجعه وبيعيده تاني، بيصبح ان الراجل ممكن مرشح ان هو يروح منتخب مصر في القائمه. لا للطبيب بصراحه، الطبيب طبعا لا هايل صح، النهارده ما شاء الله ربنا يعني يحفظه ونمسك الخشب. محمود عامل اداء ممتاز، في حاجات كده يعني انا اسف يعني انا ممكن اكون واخد بالي منها اكتر من اي حد طبعا. صح الحقيقه، يعني لانه يعني في كام سبرنت كده، هو محمد عبد المنعم دي طريقته وده اسلوبه وده طريقه لعبه بسم الله ما شاء الله يعني، لكن متولي في كام لعبه كده خدهم بسبرنتات في حتت قصيره ما يعملهاش غير حد متمكن وواقف على رجله كويس. صحيح، خلي بالك ومش خايف من حاجه. اي صح، لانه الكره كانت لو عدته ما فيش مشكله، مش هنقول ان هو اللي غلطان. أي لكن هو كان بياخدها وواثق جدا من نفسه، دي حاجات تبقى في الملعب يعني تبان اكتر للاعيبه الكوره. مدافع عنده كوره، وكمان عد غير برضو متولي عد طاهر محمد طاهر، طاهر محمد صحيح. طاهر مستواه اكرم اكرم توفيق طب بس طاهر محمد طاهر تحديدا دلوقتي واحد من الناس اللي هي تعتبر من افضل الاجنحه في النادي الاهلي على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي، بيقدم اداء ممتاز. عاد اليو ديانج لمستواه، وبرضه لما اليو ديانج غاب الماتش اللي فات ما حسيناش بغيابه، وده دليل على بصمه المدرب انه الجماعيه الموجوده في الاداء. كمان صبره على برونو سافيو، برونو صحيح. سافيو ما كانش بيسجل لغايه اما اداله ثقه في مباراه صحيح. الزمالك اخذ الثقه كلها، وفي الاخر بيعمل كده للجمهور خلاص يعني دخل بقى في مودنا فاهم، دخل في مود الاهلي خلاص. والحاجه كمان عامل استقرار، عامل تشكيل استقرار دلوقتي فنية. يعني لو سالت اي حد من جمهور النادي الاهلي ايه تشكيل الاهلي هيقول لك 9 من 11 أو 10 كمان. فدي حاجه خلاص بقى انت عارف قوام للفرقه، عامل ثبات. فبصراحه مارسيل كولر مكسب كبير، وانا شايف ان هو صفقه ان شاء الله تكون صفقه الموسم باذن الله. ان شاء الله هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. نبدا معاك يا ثابت بارقام هذه المباراه. ارقام المباراه، يمكن مستر مارسيل كولر ساب الاستحواذ، كانت المفاجاه ان هو خسر او ساب الاستحواذ لنادي الزمالك، ولكن كان الاخطر والاكثر شراسه. اوكي. بدا طبعا بالضغط العالي، هو قسم المباراه صح. يعني لو شفنا حتى الاستحواذ هنلاقي نادي الزمالك استحواذه 58% في المباراه، نادي الاهلي 42%. طبعا نادي الاهلي سجل هدفين، نادي الزمالك ما سجلش. بص بقى على المحاولات النادي الاهلي راح ب 14 محاوله، الزمالك 11، المحاولات الصحيحه 6، النادي الزمالك 3. الاهداف المتوقعه كام؟ دي اهم حاجه، الاكسبكتد جول 2.8، يعني النادي الاهلي كان المفروض يسجل 3 اهداف او 2.8، جاب منهم جونين، نادي الزمالك 1.4 بس. التمريرات 454 لنادي الزمالك مقابل 332 للنادي الاهلي. بص على فقد الكوره وصناعه الفرص، النادي الاهلي صنع 10 فرص، الزمالك صنع 7 فرص. فقد الكوره، النادي الاهلي فقد الكوره 31 مره، نادي الزمالك اللي فقد الكوره 52 مره. اه لا العكس يعني، هنا معكوس. النادي الاهلي فقد الكوره 31 مره بس، لكن نادي الزمالك فقد الكوره 52 مره، فده بياكد برضو ان لعيبه النادي الاهلي كانت بتفقد الكوره اقل. تمام، حاولوا تصلحوا لنا الغلط ده يا شباب والنبي اللي موجود على الاحصائيه. والارقام دي كانت زنبه بتبين قد ايه مدى الدراسه اللي كانت والتركيز اللي كان فيه النادي، في وجهه نظري كان فيه النادي الاهلي اكتر من نادي الزمالك. في وجهه نظري لحد ما فريرة الموسم ده ظهر لنا بشخصيه جديده مختلفه عن فريرة كان في الولايه الاولى. يعني في الاونه الاخيره بنسمع تصريحات غريبه من فريرة،
وواضح ان واحد تقريبا ربما يكون قال له انت لما بتعمل التصريحات دي بتضغط عليهم نفسيا وهما بيضغط عليهم نفسيا بسهوله. لا ده النهارده فعلا بتواجه فريق مدير فني بتاعه ما بيطلعش اعلام كتير، مارسيل كولر ما بيظهرش في الاعلام كتير وما بيتكلمش كتير، وحته اللعب النفسي دي في وجهه نظري مش مؤثره على النادي الاهلي. وتصل كمان ان هو الراجل كل شويه هو ليه احنا مش متاخدين في افريقيا معاش في التصنيف الاول، احنا ليه مش عارف ايه حاجات يعني. كم التصريحات اللي فريرا بيتكلم فيها بعيد عن فنيات الكوره زايده عن اللزوم، وبيحاول يثير الجدل باي شكل ممكن. هو حر؟ اه طبعا هو حر طبعا. ولكن نقطه مهمه لازم الناس تفهمها، النادي الاهلي حاليا مش من الايه الخفه ان التصريحات دي تؤثر فيه في المباراه. زي مثلا احنا هنلعب الماتش بالازرق والنادي الاهلي معترض على الازرق، كل دي اشاعات تم تصديرها للجماهير لمحاوله شد النادي الاهلي لشارع غير شارع الكوره وشارع الفنيات. ما هو لم تنجح. احنا اللي كنا بنرد الحقيقه. بالظبط احنا دورنا بالظبط. وحضرتك قلت رد ممتاز فعلا، فريرا حر تماما بالظبط يقول هو عايزه هو عايزه. وفي نفس الوقت احنا برضو نملك الحريه ولنا المساحه ان احنا نرد. كل يوم بيتقال حاجه واحنا ما بنردش غير لما بنلاقي حاجه نرد عليها بالظبط. او يعني لما بنعوز نرد على حاجه بنرد عليها بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، ما عندناش مشكله على فكره، لانه انا في النهايه بتعامل بمبادئ النادي الاهلي وباخلاق النادي الاهلي بعيدا عن اي شيء اخر. زي مثلا يعني انا التصريح، انا فريرا من المديرين الفنيين اللي انا بحبهم، اللي انا بشوف ان هو مدير فني اسم كبير طبعا، اسم كبير طبعا جدا، ومانويل جوزيه قال عليه ان هو اسم كبير جدا، وبالتالي انا بشوف ان هو مدرب جيد جدا وواحد راجل يعني له اسم وتاريخ وباع كبير في التدريب في في في, في البرتغال وفي مصر مع نادي الزمالك. لكن ان انت تطلع تقول تصريح ان ما اصل انا معلش ما كانش كان عندي اتنين بس ورا وكان كل اللعيبه قدام فده ما يتحسبش. فانا حتى قلت لهم في الاول، قلت لهم خلاص يا جماعه بعد كده انا الحلقه دي ما تتحسبش لانه الحلقه دي فيها مصور واحد، فانا مش هحسب الحلقه دي، بس الحلقه طالعه على الهوا، انا مالي الناس مالها في مصور ولا ما فيهاش مصور ولا مش الحلقه طالعه على الهوا، ده حاجه غريبه جدا. فهو بدا فعلا على رايك يقول كلام، ولكن في النهايه هو كلام، هو حر يختار ما يختار طبعًا ما يراه مناسبا لفريقه طالما هو شايف ان هو كده. وشيء مهم انا حبيت بس اقول الحته دي دلوقتي، لان احنا ان شاء الله احنا عندنا اسبوع في الدوري يوم الاربعاء، وبعد كده عندنا بريك اسبوعين، وبعد كده هنرجع لضغط مباريات وضغط تنافسي. صحيح. النادي الاهلي لن ينجر في وجهه نظري الجهاز الفني للاهلي وعقليه مارسيل كولر لن ينجروا لخناقه بره الملعب. لا لا لا، ناس بتتكلم بمنتهى دول بروفيشنال بقى بصراحه، احنا اللي بنرد بروفيشنال جدا 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 ومش هيخشوا في الحته دي. صحيح. فيريرا بكل امانه في الولايه الاولى كان بروفيشنال جدا، ما كناش بنسمع منه الكلام ده، ربما بقى هو يعني اتلقن هذه الامور، وبالتالي في الاخر انت حر فيما تقوله، ولكن النادي الاهلي هيكسب داخل ملعب بالكوره، مفيش شعوذه، مفيش تيشيرتات، مفيش شيخ قاعد في مدرجات ما اعرفش بيعمل ايه، مفيش فلان قاعد، مفيش الكلام ده خالص. كل حتى ايفي لو جه الكلام ده تزامن مع هبوط فني عند النادي الاهلي في اوقات سابقه فدي كانت صدفه، محض صدفه فقط، انما الشغل والعمل هو اللي بيكسب. الشغل والعمل هو اساس النجاح. بالظبط، هو اللي بيكسب الفريق، وهو اللي هو ده شغل الجهاز الفني وشغل اللعيبه داخل الملعب. زي ما شفنا كده 90 دقيقه اكتسح فيها كولر فيريرا فنيا، زي ما هنثبت لكم بعد شويه في الحالات على التاتش سكرين. سوبر يا اهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نرجع ونشوف أو ندلل على كلامنا، لماذا كان النادي الأهلي متفوقا على نادي الزمالك في هذه المباراة تحديدا؟ إيه ليه وإيه اللي حصل؟ هيقول لنا أحمد ثابت وكريم من خلال الشاشة. خلينا نبدأ بيك يا أحمد. تمام. النهارده معانا طبعا شغل كتير لمارسيل كولر في المباراة، هنبين إزاي الراجل اشتغل وإزاي فكر وعمل إيه برضه وقدر إزاي يتفوق على فيريرا. أوكي. هنبدأ الأول بس بالأرقام سريعا، نبص على الأرقام، بعض الأرقام المهمة زي الأهداف المتوقعة للنادي الأهلي في المباراة. دي الأرقام من كورا ستيتس. أي. المحاولات النادي الأهلي كانت 14 زي ما قلنا، والزمالك 11. الأهداف المتوقعة للنادي الأهلي 2.8، رغم إن النادي الأهلي كان سايب الاستحواذ في أوقات كتير من المباراة لنادي الزمالك، ولكن النادي الأهلي تفوق في عدد المحاولات والأهداف المتوقعة وسجل هدفين. تعال بقى نجيب بناء الهجمة بتاع نادي الزمالك، النادي الأهلي إزاي النادي الأهلي كان بيبني الهجمة، وفكرة الرجل الثالث اللي بيستخدمها مارسيل كولر. هنشرح ده دلوقتي، البيلد أب بتاع النادي الأهلي وفكرة الرجل الثالث. أول حاجة بناء الهجمة، أدي الكرة مع محمد الشناوي،
هنبص هنا الكرة راحت ليه معلول، حمدي فتحي بيروح، ده دور حمدي فتحي في بناء الهجمة، بروح بعمل المثلث مع عبد القادر اللي بينزل وعلي معلول بيجري، بيسنده على مين؟ على حمدي فتحي، برضه بيكمل حمدي ها بيوصلهم عامل كونكشن، بيجي بعد كده أحمد عبد القادر، نيجي نقف ثانية واحدة، وقف، أيوه بس وقف، هنا مين؟ وقف ثانية واحدة بقى عشان هنا في فكرة الرجل الثالث، يعني إيه الرجل الثالث اللي هو سافيو؟ سافيو مميز جدا 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 بالتحركات بدون كورة. هنا دور سافيو ايه؟ بيعمل ربط مع اكرم توفيق ومع طاهر ناحيه اليمين، يعني ايه فكره الرجل الثالث؟ ان انا بجيب لعيبه الزمالك ناحيتي، ناحيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، عشان افضي المساحه في ظهرهم لسافيو اللي هو بنسميه الرجل الثالث بيتحرك في المساحه الخاليه في ظهر دفاعات الزمالك. بص هنا سافيو بيعمل ايه؟ كمل الفيديو، الكره هتروح لمين؟ لطاهر، اكرم بيقطع في ظهره، بص سافيو من غير ما يفكر تلقائي بيجري بمنتهى القوه فين؟ في المساحه الخاليه. طبعا طاهر ما يعني ما مرهلهلوش، بس دي فكره واضحه اتكررت اكتر من مره واحنا جايبينها باكتر من حال، دي بنسميها فكره الرجل الثالث. هنا طاهر لعبها واتقطعت. هنبص في الحاله الثانيه نفس الفكره برضو، برضو بناء الهجمه، هنا اكرم توفيق بيشاور لمحمد عبد المنعم بيباظيها، بص هنا سافيو بيعمل ايه؟ رايح عشان يعمل الربط عشان يبقوا ثلاثه ناحيه اليمين، سافيو برضو بيتحرك في نفس الحته. هنا الزمالك كان قافلها فتلعبت ليه احمد عبد القادر في المساحه ما بين الخطوط اللي هي اللعبه اللي كان فيها اللي كان يعني كان فيها زحلقه من احمد عبد القادر. تعالى برضو نبص على نفس الفكره دي، فكره الرب نكمل برضو. هي 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 هي، تعالى نبص على التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي برضو. بص احنا اتكلمنا على التنظيم بناء الهجمه بتاع النادي الاهلي، هنا هنتكلم على التنظيم. اهم حاجه يا جماعه التنظيم اللي عامله مارسيل كولر. بص شكل التنظيم بال 4 4 2 في الحاله الدفاعيه، شادي حسين وطبعا سافيو الاثنين اللي قدام، وادي الاربعه وادي الاربعه 2. بص هنا دور طاهر، دور طاهر اللي الناس تكتيكيا، احنا ليه بنقول لعيب تكتيكيا عالي؟ طاهر هنا بيعمل ايه؟ واكرم توفيق كمل الفيديو، بص معلول اتقدم، بص اكرم توفيق فين؟ مساك تالت. لا بس ده لا 10 على 10 10 على 10 مساك تالت 100 على 100 لو ينفع اقول. بص يعني بص ده كباك هنا كده، طول ما الكره هناك ناحيه معلول ناحيه الشمال ناحيه يمين الزمالك اللي هو كان بيلعب فيه عمر تقريبا او عمر جابر، طول ما الكره مع عمر لازم ابقى انا اكرم كده 10 على 10. بص اكرم واقف ايه؟ مساك تالت عشان وطاهر وطاهر 10 على 10 وطاهر راجع يغطي مع احمد فتوح او مع زيزو لا كمان. وهيل واقف صح احسن يعني لعبة بتبين الدور الادوار اللعيبه متحفظه، ده اللي بنسميه التنظيم الدفاعي الممتاز. طاهر راجع فين؟ هنا الطريقه تحس ان هي اتحولت خمسه ورا. بص بقى التحركات كمان اكرم كمل. بص اكرم رايح فين؟ 10 على 10 10 على 10 واحده من احسن الالعاب اللي النادي الاهلي كان فيها منظم دفاعيا، دي في الدقيقه 6 والثانيه 45 من المباراه. وبيمنع صانع اللعب في نادي الزمالك سواء احمد فتوح طبعا من اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل المباراه ان هو احمد فتوح خروجه طبعا فرق كتير طبعا اثر بشكل سلبي على نادي الزمالك. وجود اثنين في الاطراف يا كريم قويين بدنيا تعبوا احمد فتوح كتير. طب النقطة اللي حاول بقى فريرة كابتن اسلام يفاجئ كولر بيها بان هو غير اسلوبه في المباراة دي عن مباراتين الموسم اللي فات، ان هو بدا يضغط ضغط تعالي وبدا نشوف نادي الزمالك نستوب كده. نادي الزمالك شايفين يا جماعه خط الدفاع واقف عند خط النص تقريبا قافل على نادي الاهلي. لو نفتكر ماتش 2-2 5-4-1 بتاعت فريرة ساعتها لما كان عمر السعيد هو المهاجم الصريح طول الشوط من ساعه ما الحكم صفر بدايه المباراه 5-4-1 في نص الملعب مسابقين النادي الاهلي في نص ملعبه. مظبوط. فريرة حاول يفاجئ كولر بيه الطريقه دي في الدقائق الاولى او العشر دقائق الاولى، وربما كان عايز يجبرنا نلعب اللعبه دي كتير، انما مفيش خمس دقائق خلاص انتهى الموضوع وما اعتمدناش على الكرات الطوليه، عشان كانت دي من النقط اللي كانت هتساعد نادي الزمالك. ليه؟ نادي الزمالك بيلعب بثلاث مساكين، وبالتالي حتى لو دخل طاهر محمد طاهر دخل احمد عبد القادر كمهاجم تاني جنب شادي حسين برضه هتفضل الافضليه لكثره مدافعي نادي الزمالك. النقطه الثانيه المميزه جدا جدا شفتها الكولر في المباراه دي يا كابتن اسلام دور احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بقى لنا فتره بنتكلم على ان احمد عنده امكانيات كبيره بس ربما ما بتظهرش في الماتشات الكبيره. صحيح. تعالى بقى النهارده في المباراه دي كولر عمل مع احمد عبد القادر فعلا زي ما الكتاب بيقول انت عايز من الجناح المهاري. هنا نشوف وقفه نادي الزمالك ال 5-4-1 اللي اجبرناهم بعد اول ربع ساعه يرجعوا يقفوا كده خلاص احنا
خرجنا من المصيده اللي انت بتحاول تجرها. هي 5 3 2 5 2 قصدي يعني. فتعالى بقى نشوف ازاي النهارده كولر فرغ المساحه لاحمد عبد القادر وحطه دايما في موقف واحد على واحد مع ايا كان مدافع نادي الزمالك، مسلوسي، عمر جابر، ايا كان، بس المهم يتحط في موقف واحد على واحد. نشوف هنا عبد القادر ازاي يتفرغ ويقدر في موقف واحد على واحد يرقص تاني. وهنا نشوف بقى الحاله البدنيه عند النادي الاهلي دينا. ونفتكر ماتش الكاس عمرنا ما شفنا ثلاث لعيبه من النادي الاهلي بيسبقوا لعيبه نادي الزمالك. وهنا طبعا الفرصه كانت احمد قادر عملها بشكل مميز، الكره العرضيه لو تفتكر اسلام كنت انت بتعملها انت وكابتن سيد معوض في 2001 محمد بركات على مشارف مدرب الزمالك كريم بوكير، مستر بوكير بالظبط. كانت لعبه يعني هي كانت لعبته لا هو عايزك، مش عايزك تعمل اوفر، هو عايزك توصل تعمل الباك باس بالظبط كده. اللعبه كانت شهيره جدا وفيها احمد قادر عملها الطاهر محمد طاهر، وبس طاهر ما كانش موفق فيها. لكن الحتتين دول شفتهم الشوط الاول شغل فني من مارسيل كولر، وفعلا الراجل ده مسك الماتشين بتوع 2-2 و2-1 شافهم اكتر من مره، وبالتالي قدر ان هو يتفوق على فيريرا تماما طوال ال 90 دقيقه. تعالى نبص برضه نكمل التنظيم الدفاعي، التنظيم الدفاعي بتاع النادي الاهلي جميله بصراحه. بص التنظيم هو الهدف ما جاش صدفه، الهدف جاي برضه محدش يقول هو غلط هو غلطه، لا ده من التنظيم الدفاعي بتاع النادي الاهلي الجيد بال 4 4 2. هنا سافيو بيقطع الكوره بيتوقع صح بيقطعها، بص بقى الترقيصه وسافيو فاجئنا بتسديده وترقيصه ولا اروع. جون حلو قوي بصراحه. برازيلي ده ولا برازيلي اسمر؟ بس طلع ايه يعني سافيو عاجبني في تحركاته، عاجبني في التسديد بتاعه، الكره في رجله حلوه جدا مع الانسجام ومع لا ويا ريت معلش نرجع نجيب اللقطه اللي هي كان فيها كل لاعب من النادي الاهلي واقف ضاغط على لاعب نادي الزمالك اول الفيديو منع التمرير يعني نوقف أول الصوره الفيديو. بس اول الفيديو زجال الصوره بصراحه يعني يعني اسطوريه ان انت بص كل لاعب من نادي الزمالك بس اقف كبر بقى بس نقف ارجع 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 كل واحد مضغوط عليه مفيش اي مساحه تمرير يعني حتى زكريا وارد طبعا غلط وغلطه شنيعه تضاف للاخطاء اللي بيرتكبها مع نادي الزمالك منذ بدايه الموسم، لكن فعلا الضغط اللي بيمارس عليهم مخليهم واقف مش قادر يعمل ايه، عايز اخطف الكوره اي حد ياخدها مني عشان ما تخطفش مني، وبالتالي فعلا بتعمل عليه ضغط نفسي وعصبي بتوصلك ان انت تعمل الميس باس ده. واكيد طبعا انا لما تحصل الغلطه دي من حق ان انا استغلها واحولها طبعا لبعد كده. حمدي فتحي واحد من نجوم المباراه ان لم يكن رجل المباراه، بيتحرك في كل مكان في الملعب، لعيب بيلعب بروح. بص هنا دوره في الواقف هنا واخد العارضه القريبه في الضربه الركنيه، من اهم ما يميز نادي الزمالك هي الضربات الثابته الكورنرز. وهنا التنظيم يا كابتن اسلام، التنظيم في الضربه الركنيه، بص حمدي فتحي فين وهيروح له الكره فين وهيعمل ايه. دي واحده من يعني من لقطات المباراه هي ولقطه معلول اللي هي التاكلينج. بص هنا حمدي فتحي هيعمل ايه، بص بص الروح حاجه يعني بصراحه. حمدي فتحي واحد من نجوم المباراه، بيتحرك في كل مكان في الملعب، اكتر لاعب اخد الكره الثانيه في الماتش حمدي فتحي. شرحنا دوره في بناء الهجمه، شرحنا دوره في الكره الثانيه حتى في الجانب الدفاعي والروح، ومعدل جري يعتبر اكتر واحد جرى في الملعب بصراحه. كل ده كل ده لانه صفقه جديده صح. انا بشوف ان حمدي فتحي بعد انتهاء اجازته وان هو راح بلبط في البحر شويه ورجع، ده بالنسبه لي صفقه جديده صح. اتفضل. اخر حاجه معايا الشيفت اللي عمله كولر في الشوط الثاني لما سحب احمد عبد القادر ودخل برونو سافيو كجناح ويدخل مجدي قفشه كابتن. عجبني قوي بقى التفنيشه بتاعت كولر ان هو خلى فيه اتنين بيعرفوا يقفوا على الكوره. بص هنا دايما بلاي ميكر يا كابتن اسلام هو اللي بيطلب الكوره، سافيو بطبعه بيفرد في الشوط الثاني كجناح وبيطلب الكوره صحيح. وفعلا ثنائيه قفشه وسافيو اضاعت الاستحواذ على نادي الزمالك في ال10 دقائق الاخيره، ودل على كلامي ان الهدف الثاني يعني مقصوده يا كريم. طبعا أوكي. طبعا وفكر من كولر ببساطه، احنا كلنا توقعنا طلع سافيو وينزل هيطلع سافيو وتنزل قفشه تغيير مباشر وتطلع شادي حسين وتنزل مهاجم صريح بديل محمد شريف وخلص خلاص الموضوع صحيح. لا الراجل قالك لا انا اسيب اتنين بلاي ميكرز في الملعب يقفوا لي على الكوره، وبالفعل اخر ربع ساعه حتى الخمس دقائق اللي في وجهه نظري كان وقت طويل شويه من الحكم انه يحسبه، لكن الخمس دقائق كلهم النادي الاهلي جاب فيهم الهدف الثاني، ضيعنا الهدف الثالث بعد الهدف الثاني على طول صحيح. وكان باقي دقيقتين الكوره مع النادي الاهلي. فبسبب ايه؟ بسبب تكتيك المدير الفني ان هو قال لا انا مش هرجع مش هعمل زون ديفنس، لا انا هفضل حاطط الكوره في نص ملعب الزمالك واقلل الضغط اللي على دفاعي، وبالتالي ده برضه يضاف لي فكر
كولر ونجاحه في المباراه. تكمله الكلام كريم برضو اخطاء فيريرا، كريم اخطاء فيريرا في الشوط الثاني الناحيه الثانيه كارثيه ان هو خرج سيف الجزيري اللي هو المهاجم اللي كان عامل له العمق الهجومي، وكان مصطفى شلبي عامل له جبهه ناحيه الشمال، راح موديه مهاجم جنب زيزو ونزل شيكابالا. التغييره دي كانت برضو سهلت علينا كتير في المباراه. هو ما كانش عنده حلول وبصراحه فعلا فيريرا فعلا يعني لما وتغييره عمر جابر لما تفتكر حتى هو في ماتش ال 2-2 برضو انا غلطت. هو كل مره فيريرا بيغلط وبيتزنق في قرار ما بيعرفش يخرج، ان هو برضو يعني فكره تجاه الدكه بتاعته بتبقى لحد ما مختلفه عن اللي انت تتوقعه. وفي كل الاحوال الاخطاء اكيد برضو جت في مصلحه النادي الاهلي، وشفنا ان الماتش بيخلص في الاخر 2-0 كنتيجه، وطبعا تفوق تكتيكي وفني كبير لمارسيل كولر. هنا برضو دور طاهر محمد طاهر اللي بيقدم نسخه قويه جدا مع مارسيل كولر، هنا بيتحرك بين الخطوط، ده في الشوط الثاني بعد نزول قفشه وسافيو طبعا سافيو وقفشه كمان وطاهر معاهم تحت راس الحربه محمد شريف. بص محمد شريف هنا بقى استغل، هو ليه نزل شريف؟ عشان يستغل، عشان شريف اسرع من شادي حسين، فهو قال ان الزمالك هيتقدم ففي مساحات في ظهرهم، وده فعلا اللي كان هيحصل. يعني الكره دي لو كانت جت هدف كان برده هتحسب لمارسيل كولر، ان هو عايز يستغل المساحات في ظهر دفاع نادي الزمالك. هنا طاهر حطها له حلوه جدا، وشريف برده عمل شغل محترم لما نزل، وكان اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى. الهدف الثاني برده دور طاهر محمد طاهر، وكان برده الماتشات اللي هي المصريه دايما بنجيب فيها جون من رمي التماس لعلي معلول. الترقيصه العالميه حاجه واحده من احلى الترقيصات، بيجي انا اتفرجت عليها 100 مره. حلوه الترقيصه الفنت بالجسم دي بتبقى حلوه قوي بصراحه. بص هنا طاهر، بص بقى هنا تطور برضو طاهر محمد طاهر في الكروسات في العرضيات، بقى بيلعب ضربات ثابته. طاهر محمد طاهر عامل حوالي 3 او 4 اسيست منذ قدوم مارسيل كولر. هنا العرضيه وهنا تحرك كريم فؤاد اللي ما ننساش ما نتكلمش عليه برضو، انه كريم فؤاد بيقدم نسخه كويسه، ان هو بيستغله كورقه رابحه في الشوط الثاني، نص الجناح هجومي. خلاص ما اعتقدش كريم فؤاد هيلعب باك بعد كده. هو قال ان هو عنده سرعات، مارسيل كولر شافه في التمرين وقال ان هو عنده سرعات، فبدا بيحس ان الفرقه في الشوط الثاني بدنيا المدير الفني بيحس ان الفريق الثاني بدنيا بيقل، فانا محتاج واحد جناح يبقى عنده السرعه في ظهر المدافعين. فالنهارده هو نزل شريف عمل خطوره، نزل كريم فؤاد مسجل هدف، منزل برضو قفشه عمل له استحواذ، فتغييراته كلها وبصماته واضحه مسمرة. يعني ارد عليك حتى بس يعني في اخر حاجه، ان فيريرا عمل خمس تغييرات في 75 دقيقه يا كابتن اسلام، خمس تغييرات، مفيش ولا تغيير كان له بصمه داخل الملعب، مفيش ولا تغيير لفيريرا في خلال 75 دقيقه ان هو قدر حتى يغير من شكل نادي الزمالك. وبالتالي ده بسبب ايه؟ بسبب ان النادي الاهلي سوليد، الفريق وخطوطه قريبه جدا جدا من بعض. وطبعا اضيف تاني ان فعلا فيريرا لما بيتزنق خلاص كل اوراقه بتخلص. انا بشكركم شكرا جزيلا والف الف مبروك. والنهارده ستكون نهايه المباركات، النهارده هنبتدي نفكر في او من بكره الصبح ان شاء الله هنبتدي نفكر في يوم الاربعاء القادم، مباراه الداخليه زي ما قلت لحضراتكم. يعني انا النهارده كمان قعدنا نتكلم كلنا طول النهار عن السوبر والفوز بالسوبر والتحليل الفني لمباراه السوبر. ان شاء الله من بكره بقى نبتدي نتكلم عن مباراه الداخليه، بالمناسبه مباراه صعبه جدا جدا جدا, جداً. رضا شحاته من المديرين الفنيين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع النادي الاهلي، فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نلعب في هذه المباراه ونفوز في هذه المباراه بعد لقاء مهم وصعب جدا جدا، قدرنا نفوز على نادي الزمالك وبالتالي اللي جاي اصعب واصعب. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، والف مبروك مره ثانيه على الفوز بالمركز الاول في التحليل. شكرا وشكرا لتعب حضرتك دايما معانا، يعني ربنا يخليك يا ابو احمد. شكرا جزيلا يا كريم والف مبروك. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة من البيت الكبير.